صباح الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم صباح دريم. النهارده الجمعه 15 ابريل 2016 9 صباحا بتوقيت القاهره. الحقيقه النهارده زي ما نوهنا امبارح هنتكلم في فقرتنا الرئيسيه في هذه الحلقه، زي ما عودناكم كل يوم جمعه بنناقش قضيه اجتماعيه، والحقيقه موضوع مهم وكتير من الأسر والعائلات بيعانوا منه، مشكلة الخرس الزوجي أو الصمت بعد فترة معينة من الزواج. قد تكون الفترة دي طويلة أو قد تكون الفترة دي قصيرة، بيتسموه ساعات طلاق عاطفي، بيسموه صمت زوجي، بيسموه انفصال مؤقت، بيسموه حاجات كتير جدا. هل احنا نقدر نقضي على الحاجة دي؟ وهل الحاجة دي طبيعية؟ ايه أسبابها؟ وهل احنا اللي بنوصل نفسنا للمرحلة دي ولا لأ بين طبعا الصمت والخرس الزوجي؟ أسئلة كتيرة، ولو حضراتكم عندكم تجارب معينة عايزين تقولوها أو تحكوها هتكون معانا في هذه الفقرة دكتورة رشا الجندي، مدرس علم النفس بكلية التربية جامعة بني سويف. وطبعا مستنين آراء حضراتكم على أرقام تليفوناتنا أو اس ام اس 9172، كمان صفحتنا على فيسبوك صباح دريم بالعربي أو بالإنجلش، تقدروا تتواصلوا معانا على مدار الحلقة. ده طبعا بالإضافة إلى فقرتنا الإخبارية. وبصبح عليكم مرة تانية دلوقتي، هنروح لفاصل سريع جدا ونرجع لكم حالا والأخبار المحلية، خليكم معانا. تعالوا نبدأ أخبارنا المحلية من جريدة المصري اليوم. وأسيسي وأولاند يفتتحان منتدى الأعمال المصري الفرنسي الاثنين المقبل. أعلن المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي فرانسوا أولاند سيفتتحان فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي المقرر انعقاده الاثنين المقبل بمشاركة ممثلي أكثر من 60 شركة فرنسية إلى جانب العديد من الشركات المصرية، وذلك في إطار زيارة الرئيس الفرنسي لمصر التي ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل. أشار قبيل أيضا إلى أنه استعرض الترتيبات الخاصة بالمباحثات التي ستجرى على هامش الزيارة سواء على المستوى الحكومي أو مجتمع الأعمال في الجانبين، والتي تستهدف دفع علاقات الشراكة بين البلدين التجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة. نروح لجريدة الشروق. والحكومة توافق على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الخميس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق على مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات من حيث المبدأ، وذلك إعمالا لأحكام الدستور وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعداده في صيغته النهائية، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب مناقشته وإقراره. وأيضا ينص هذا المشروع على اعتبار الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وكذلك الاستفتاءات، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون لضمان حق الاقتراع لكل ناخب، إضافة إلى المساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب. طيب نعرف بقى تفاصيل أكتر. معنا دكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. عايزين لو سمحت تفاصيل اكتر يا دكتور عن الموضوع ده النهارده هذا الصباح في جريده الشروق. الحكومه وافقت مبدئيا على قانون انشاء الهيئه الوطنيه للانتخابات، عايزين نعرف يعني اذا تم هذا القانون والاعمال به المفروض هنستفيد ايه؟ اتفضل يا فندم. طبعا القانون ده ضروره دستوريه، الانعقاد الاول في اكثر من قانون يجب مناقشتهم والموافقه عليهم قبل 30/6، منهم قانون بناء وترميم الكنائس، قانون مفوضيه الانتخابات والعداله الانتقاليه، في نصوص دستوريه مخصوص عليها. مفوضيه الانتخابات من احد هذه القوانين المنصوص عليها في الدستور هي تبقى الهيئه الاشرافيه اللي اتفق عليها في الدستور الاشراف على الانتخابات سواء انتخابات نيابيه او اي استفتاءات سيتم اجراءها بعد ذلك. تمام. الو
ايه يا فندم مع حضرتك. الو انا مش سامع حضرتك. طيب يا دكتور، طيب القوانين الثانيه اللي هي ايه يا فندم؟ قانون العدالة الانتقالية وقانون بناء وترميم الكنائس، دي القوانين اللي نص عليها الدور اللي يجب ان تستكمل قبل دور العقد او قبل تمام والكلام ده قبل 30/6 بالظبط يا فندم. طب يا فندم دلوقتي هل حضرتك توقعاتك ايه؟ يعني توقعاتك ان كام قانون يتم الموافقة عليه والمناقشات والمباحثات هتكون في اي اطار بالظبط؟ بالنسبة للقوانين في الدور العقد الاول اعتقد هيبقى عندنا النسخه المعدله من قانون الخدمه المدنيه، قانون الشرطه، قانون هيبقى فيه قانون بناء وترميم الكنائس زي ما قلنا، قانون العداله الانتقاليه، قانون مفاوضات الانتخابات، دولت على الاقل. تمام. حضرتك متوقع ان دول يتم الموافقه عليهم؟ دلوقتي الكلام عليهم واضحين قوي في الـ في الـ في الـ في, الـ في الافق. ثلاثه منهم ضروره دستوريه واثنين منهم عليهم ضغط شديد جدا او كان فيه بالذات قانون احكام قانون واحكام قانون الشرطه كان فيه توصيات كبيره من الاستاذ رئيس الجمهوريه لان هم يتم مناقشتهم، دول على الاقل لازم يتم مناقشتهم الخمسه دي. تمام، شكرا لك. غير الموازنه العامه طبعا لانها قانون برضه. غير الموازنة العامة. طيب بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب. ونرجع لأخبارنا مشاهدينا. ومن الأهرام النائب العام يكلف بإجراءات تحقيقات في حادث الطائرة الروسية لوجود شبهة جنائية. قرر النائب العام المستشار نبيل صادق إحالة التحقيقات الخاصة بحادث وقوع الطائرة الروسية إلى نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيق، وذلك لاحتمالية وجود شبهة جنائية في الحادث. طبعا جاء هذا القرار، قرار الإحالة، بعد أن أحالت لجنة تحقيق حوادث الطيران المدنية بوزارة الطيران التقرير الفني الوارد إليها من مكتب التحقيقات الروسية للنيابة العامة، وذلك إعمالا لنص المادة 108 من قانون الطيران المدنية رقم 28 لسنة 1981 المعدل لما انطوى عليه التقرير سالف البيان ما يثير شبهة الجريمة وراء سقوط الطائرة الروسية. وننتقل إلى الوفد. الداخلية تحذر من دعوات إثارة الفوضى والخروج على الشرعية. أكدت وزارة الداخلية توافر معلومات مؤكدة بإطلاق جماعة الإخوان الإرهابية دعوات تحريضية منظمة وتوزيع نشرات تدعو لتنظيم مسيرات تستهدف إثارة الفوضى ببعض الشوارع والميادين واستثمارها في خلق حالة من الصدام بين المواطنين وأجهزة الأمن. الحقيقة قالت الوزارة في بيان لها أنه ومع تقديرها واحترامها الكامل لحقوق المواطنين في حرية التعبير عن الرأي تجاه مختلف القضايا القومية في الحدود التي رسمها القانون وفي ضوء ما توفر لدى الأجهزة الأمنية من معلومات فإنها تهيب بالمواطنين بعدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة. وحذرت وزارة الداخلية من أي محاولات للخروج على الشرعية وانطلاقا من مسؤوليتها في الحفاظ على أمن الوطن سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظا على حالة الأمن والاستقرار. طيب نروح لليوم السابع. ووزارة الصحة تعلن خفض سعر سوفالدي المحلي ل 449 جنيه بدل من 520 جنيه بمراكز الكبد والتأمين الصحي. أعلن دكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة تخفيض سعر سوفالدي المحلي من 520 جنيه مصري إلى 449 جنيه بمراكز الكبد ومنافذ هيئة التأمين الصحي. قال الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة أيضا أنه سيتم توفير السوفالدي بالأسعار الجديدة بداية من منتصف الأسبوع المقبل في مراكز الكبد ومنافذ هيئة التأمين الصحي. أكد كمان الدكتور طارق سلمان أنه تم خفض سعر عقار الدلاكانزا المحلي من 75 ل 60 جنيه في مراكز الكبد كمان وهيئة التأمين الصحي، وأشار إلى أنه هيتم تخفيض الأسعار خلال الفترة اللي جاية لتخفيف الأعباء على المرضى بشكل عام. طيب معانا على الهاتف الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة. دكتور صباح الخير. صباح الخير يا استاذ، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا دكتور. طيب دكتور دلوقتي السوفالدي المحلي زي ما ورد هذا الصباح في اليوم السابع سعره هيقل من 520 ل 449. طيب عايزين نعرف يا فندم هل في عقارات اخرى غير السوفالدي والدلاكانزا هيقل سعرهم؟ حضرتك هنا في تصريح بيقول ان في عقارات اخرى هتقل. بصي يا فندم، احنا يعني في قطاع الصيدله بنراجع كل فتره اسعار المواد الخام
وأسعار الأدوية في بره وبنقارنها بأسعار الدواء في مصر. يعني السوفادي المصري تم تخفيضه في خلال السنة اللي فاتت في مراكز الكبد والتأمين الصحي 4 مرات، بداية من 680 ل 600 ل 520 ل 449. احنا في قطاع صيدلة بنشوف في أسعار التكلفة ايه، وبنخلي الشركات تقلل أسعارها في مراكز الكبد وفي هيئة التأمين الصحي. وبرضو في الصيدليات العامة برضو حصل تخفيض كبير في الأسعار في التداول في الفترة اللي فاتت، وخصوصا في الأمراض المزمنة زي أمراض الهيباتيتس سي أو التهاب الكبد البيروتي سي. فتم تخفيض زي ما يعني زي ما انا سامع الخبر مع حضرتك، السوفو والاتلانزا في خلال هذا الاسبوع. الهارفوني المستورد تم تخفيضه في خلال الاسبوع الماضي من المستورد من الى حوالي 5500 من 19000 جنيه، وده بيجي نتيجة ان اسعار المادة الخام في السوق العالمي بتقل كتير نتيجة يعني مصانع كتير بتبدأ تصنعها، وبالتالي تم تخفيض اسعاره هنا في مصر، والسعر المحلي برضو تم تخفيضه الى 1100 من 1600. طيب دكتور، ده حسب جريدة اليوم السابع في مراكز الكبد والتأمين الصحي، في الصيدليات هتبقى اسعاره زي ما هي؟ اللي هي دلوقتي السوفادي المصري بحوالي 900 جنيه في الصيدليات العامة. كم؟ 900 جنيه؟ وهو لسه تم تخفيض السعر ده في خلال الشهر الماضي من 1600 إلى 900. طب دلوقتي ده 900 دول مش هينزلوا مع الأسعار مع النزول ده؟ لا يا فندم، بصي حضرتك 900 ده السوق في التداول الصيدليات العامة ده سعره مناسب جدا مقارنة برضو بالتخفيضات اللي تمت في الفترة اللي فاتت. احنا بندعم المريض في اللي هو على نفقة الدولة وهيئة التأمين الصحي، نتيجة ان بتبقى كميات كبيرة جدا متداولة في هذين القطاعين. نفقة الدولة بتخدم أعداد كبيرة من المرضى، وبيتم علاج أعداد كبيرة من محدودي الدخل على حساب الدولة، وده حقيقة ليه خطة الحكومة والوزارة في علاج أكبر عدد ممكن من مرضى فيروس. طيب هل في يعني في توقع بقى كده إن في أدوية تانية سعرها هينزل مش كده؟ لا، هو في أدوية تانية هتدخل السوق قريب إن شاء الله، اللي هي ما كانتش موجودة. طبعا احنا بنتابع كل الجديد في مجال الأدوية الخاصة بعلاج الفيروس سي، وبيتم تداولها في يعني أقرب فرصة خدمة لهذا القطاع من المرضى يعني. تمام، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على هذا التوضيح. دكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة. نروح للبوابة نيوز والتموين، نقل السلع عبر نهر النيل لتخفيض الأسعار. قال دكتور محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين أن خطة نقل كافة السلع التموينية عبر نهر النيل والسكك الحديدية هيساهم في تخفيض أسعار السلع نتيجة خفض تكلفة النقل، وأضاف كمان أنه تم تشكيل لجنة من وزارة التموين ووزارة النقل علشان يبحثوا نقل السلع التموينية والأقماح والسكر عن طريق النقل النهري والسكك الحديدية. وضحوا كمان أن ده هيساهم جدا في تخفيف الضغط على الطرق وتقليل نسبة حوادث الطرق وتوفير كميات كبيرة من الوقود. نروح بقى لآخر خبر معنا في أخبارنا المحلية من المصري اليوم، الأرصاد ارتفاع في درجات الحرارة اليوم. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة ارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على جميع الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، والرياح خفيفة إلى معتدلة. طبعا ده بالنسبة للنهاردة اليوم الجمعة حسب هيئة الأرصاد الجوية بمصر. مشاهدينا بهذا الخبر انتهت فقرتنا في الأخبار المحلية. الأخبار العالمية بعد الفاصل، خليكم معنا. نبدأ أخبارنا العالمية من جارديان، والسخرية من أردوغان تضع ميركل في مأزق.
قالت صحيفة الجارديان البريطانية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تمكنت من مواجهة العديد من الأزمات خلال فترة منصبها، وتحاول الآن تجاوز أزمة اللاجئين. ومع ذلك يبدو أن عاصفة جديدة ستعرقل طريقها بعدما وجدت نفسها تحت ضغط كبير جدا لتصدر قرارها حول ما إذا كان النائب العام الألماني ينبغي أن يبدأ إجراءات ضد مقدم البرامج الألماني جان بويرمان، والذي سخر سخرية شديدة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وطالب الأخير بملاحقته قضائيا بتهمة التشهير. من ديلي ميل، السعودية لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف كونوا لطفاء مع الناس. بدأت المملكة العربية السعودية في سياسة جديدة تقضي بتخفيف حدة تعامل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المثيرة للجدل، مطالبة إياهم بأن يكونوا أكثر لطفا ورحمة مع الناس. وقال موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتتسم بسياستها المتشددة جدا، خصوصا فيما يتعلق بالقبض على المرة وإجبار المحلات على الإغلاق في مواعيد الصلاة. ووضحوا أن هناك 5000 عضو بيعملوا بهذه الهيئة، وتجبر القواعد السعودية الجديدة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتزام المعاملة والسمعة الجيدة، إضافة إلى إبراز هويتهم قبل التحدث مع أي شخص. كما سيتم أيضا تشكيل لجنة جديدة تحت إشراف الملك سلمان شخصيا لمنع أعضاء الهيئة من القيام بأي مخالفات أو أعمال عنف. من دون بالون الأسبانية، تشيلسي يرصد 63 مليون استرليني لضم راموس. يرصد نادي تشيلسي الإنجليزي 63 مليون استرليني لضم سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقا لصحيفة دون بالون الإسبانية. فإن تشيلسي مستعد حاليا لدفع 63 استرليني للفوز بخدمات راموس لخلافة مدافعه المخضرم جون تيري المتوقع رحيله في نهاية الموسم. أشارت الصحيفة الإسبانية أيضا إلى أن تشيلسي واثق من موافقة ريال مدريد على التخلي عن مدافعه المخضرم راموس البالغ من العمر 30 سنة إذا توافر عرض ضخم لبيعه. مشاهدينا، ده كان آخر خبر معنا في أخبارنا العالمية. فاصل سريع وهنرجع لكم حالا وفقرة من التقارير، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا، ودلوقتي هنشوف مع بعض مجموعة من التقارير. خلينا نبدأها بتقرير لطيف جدا عن يوم اليتيم. الحقيقة في جهات مختلفة جدا مش بس احتفلت بيوم اليتيم أول جمعة من شهر إبريل زي ما تعودنا في السنين اللي فاتت، بس واضح أن ثقافة الاحتفال بيوم اليتيم اتغيرت للأحسن طبعا، لأن في ناس كتير وجهات كتير حكومية وغير حكومية بدأت أن هي تحتفل بيوم اليتيم. اللي احنا هنشوفه دلوقتي تقرير حول الاحتفال بيوم اليتيم تحت رعاية الحقيقة الإدارة العامة للمسطحات المائية بنادي المسطحات المائية والقرية الفرعونية. تعالوا نشوف ونرجع لكم مرة أخرى مشاهدينا، خليكم معنا. اليوم النهاردة كان يوم جميل جدا، الأطفال كلهم مبسوطين، وهو ده مش دور للشرطة، هو دور للإنسانية كلها. الاحتفال بيوم اليتيم دور إنساني بحت، مفيش من وراء أي حاجة غير إن احنا نشوف البسمة على وجوه الأطفال. في استراتيجية عامة لوزارة الداخلية بتقوم على محاولة تربية الناس على الحفاظ على البيئة، فاحنا عملناها قبل كده من شهرين مع أطفال في 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 بنها. المرة دي بنعملها مع الأيتام احتفالا بيوم اليتيم الشهر ده، وبنحاول نعمل ترابط وعلاقة إنسانية مع الأطفال الأيتام عشان نحسسهم بوجود الأب بالنسبة لهم. الناس دي مالهاش ظروف غير إن هي فقدت العائل بتاعها، وطبعا دي حاجة خارجة عن إرادتهم، فبنكون إحنا إن شاء الله لو قدرنا حتى لو يوم في السنة نكون كلنا موجودين معاهم نعوض عنهم ولو شيء قليل جدا. بنجمع أكبر قدر ممكن من الأطفال الأيتام من خلال الجمعيات الرسمية
المعترف بيها اللي لها نشاط ملموس ونشاط بيشبه به الجميع. بنقضي مع بعض يوم بنبدأه من الصبح بتقديم وجبة فطار وتقديم بعض الفقرات الفنية للأطفال. المسطحات المائية بصراحة بتعزمنا كل سنة، الحفلة دي بتعملها لهم، بتجيب لهم لعب، بتجيب لهم هدايا، بتجيب لهم، بتديهم فلوس وبتعمل لهم يعني زي ما شفت حضرتك النهاردة كده، فبتبسطوا بيبقى يوم من أجمل أيامهم على فكرة، بيقعدوا يحكوا بيه أسبوع يعني. أنا جيت هنا عشان أقضي اليوم مع الضباط ومع حضراتكم برضو عشان أنتوا عايزين تبسطونا وكده، وإحنا برضو ببسطنا. والجولة اللي إحنا خدناها في النيل حاجة حلوة جدا، تعرفنا آثار مصر كلها، وإحنا أصلا برضو بنحب الآثار وكده عشان إحنا درسناها، فاليوم حلو جدا. مبسوطة عشان فسحت في النيل، نمشينا في النيل وعملنا كل حاجة واتبسطنا وفرحنا وهناخد هدايا لسه وهناكل كمان. طبعا أول ما دخلنا المسطحات المائية طبعا مبسوطين وقاعدين بيلعبوا ومستنيين طبعا البرامج اللي هتيجي. حبيت الكوبس والعرايس، فرجنا على العرايس والساحر وكل حاجة، وبسطت قوي عشان كان سعد الوزير كان معانا وتصورنا معاه كده. تعالوا دلوقتي ننتقل إلى تقريرنا الثاني في هذه الفقرة، والحقيقة هو تقرير عن الندوة التي أقامتها جمعية دريم لاند للثقافة والتنمية. كانت مستضيفة الأستاذ بسام الشماع عالم المصريات، وكانت بعنوان غرائب التاريخ. الحقيقة نقشت الندوة مجموعة من الغرائب في التاريخ، وشهدت أيضا حفل توقيع كتاب أستاذ بسام الشماع بعنوان غرائب التاريخ، وطبعا ترأست الندوة رئيس الجمعية السيدة لونا الملكي. تعالوا نشوف ونعود مرة أخرى مع تقريرنا الثالث، ابقوا معنا. ندوتنا النهاردة إن شاء الله هتكون من أمتع الندوات مع أستاذ بسام الشماع وغرائب التاريخ. هتلقي كلمة الجمعية السيدة لونا بهجت رئيس جمعية دريم لاند للثقافة والتنمية. أهلا وسهلا بكم جميعا في ندوة تثقيفية جديدة من ندوات جمعية دريملاند للثقافة والتنمية. دعونا اليوم نسميها صالون ثقافي بالأحرى أكثر من محاضرة. تحدثنا من قبل كده عن التاريخ وناقشنا مواضيع كثيرة عنه، وطبعا لقينا اهتمام كثير بناء على طلبكم، حبيتوا أكثر تسمعوا عن التاريخ ونتعلم أكثر بالأحداث الماضي، فنحن نلبي طلبكم دائما إيمانا مننا بدور قراءة التاريخ قراءة صحيحة. فمن لا يعرف تاريخه لا حاضر له ولا مستقبل، ومن لا يتعلم من التاريخ لا يستحق أن يكون له مستقبل مشرق. دعونا اليوم نرحب بضيفنا العزيز الأستاذ بسام الشماع عالم المصريات والمؤرخ الكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكر جميع الحضور اللي جم من حتت بعيدة جدا. أولا جمعية دريم دائما وأبدا، هذه المرة الكام يا دكتورة هالة؟ الرابعة ولا الخامسة؟ خمسة. فالحقيقة هم دائما وأبدا بيتفوقوا، وبما أن أنا يعني ربنا بيكرمني في محاضرات في حتت كتيرة في العالم، بيتفوقوا في حتة التنظيم مش بس للمحاضر كمان للي حاضرين. كلنا رحنا أسوان صح؟ طيب واللي ما راحش أسوان عمرك كله راح خلاص، أنا من الآخر بقولها لك يعني. وانت طالع أسوان هتزور معبد اسمه معبد بيليه، وقلنا أن البه بتتنقل لفه في كثير جدا من الأحيان في مصر القديم، فبيليه تبقى إيه؟ فيليه. والفيليه طبعا أول ما أقول لك يا مصري الفيليه هتفتكر إيه؟ معبد فيليه طبعا. لا
النهاردة حفل توقيع لكتابي الجديد غرائب التاريخ، وهو الكتاب رقم حوالي 50 من سلسلة كتيباتي الصغيرة المتواضعة جدا اللي فيها التاريخ بيتقال بطريقة بسيطة قوي لكافة الناس. ممكن اللي عنده 7-8 سنين يتقرأ له الكتاب فيفهم. الكتاب عبارة عن فصول كتيرة قوي، كل فصل عدد صفحات قليلة، بتحوي غرائب التاريخ، ومش التاريخ المصري وبس، كمان مدخلين غرائب تواريخ أخرى. موضوع الآثار مهم قوي، نحن اللي ما يعرفش تاريخه وما يعرفش مستقبله ولا يعرف يتصرف في حاضره، فضروري قوي الواحد يكون عنده وعي كامل بالتاريخ بتاعه ويكون عارف أبعاد الحاجات القديمة اللي حصلت من زمان، لأنه هو التاريخ بيكرر نفسه. أنشطة الجمعية زي ما دايما بنقول دي أنشطة ثقافية، بنحاول نحط الضوء على المواضيع اللي هي تهم الناس أو المعلومات اللي بتكون عندنا مغلوطة بنحب نعرفها من مصدرها. دي بتكون بأخذ رأي الناس اللي هم أعضاء الجمعية والجمهور اللي هو بيطلب حاجة زي كده. عندنا طبعا أنشطة، عندنا ورش عمل غير الندوات بجنب الندوات، عندنا بتبقى رحلات ثقافية، يعني أنشطة متنوعة بيتطلبها اللحظة. أنا بشترك مع الأستاذ بسام عشان نعرف التاريخ، وهو بيعلمنا حاجة كتير جدا، وأنا بشترك له دايما، يعني حضرت له في الأوبرا وفي الساقية، وهو بيتعلم منه التاريخ صح. احنا عندنا نقص جديد جدا في المعلومات، يعني أنا كنت لسه قريب في الأقصر وأسوان، وكل اللي بيتكلم من الجايدز اللي موجودين بيتكلموا على إن حورس وعينيه وكل بيتكلموا في حاجات تعتبر حكاوي مش حاجات أساسية في الحضارة الفرعونية. إعلانات الدعاية اللي اتعملت قبل الندوة كان فيها معلومات، يمكن أنا راجل مش صغير لكن في معلومات يمكن مكنتش أعرفها. ودلوقتي جه معاد تقريرنا الثالث والأخير في هذه الفقرة، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، كل سنة وانتم طيبين يا رب، وكل الأمة العربية والإسلامية بخير وصحة. شهر رمضان خلاص قرب، فدلو أقل من شهرين. هنشوف دلوقتي تقرير مهم جدا عن صناعة فوانيس رمضان اللي احنا بنشتهر بيها طبعا من زمان جدا، والحلو في التقرير ده ان صناعة الفوانيس هتشوفوا ازاي هي بتورث من الجد للابن للحفيد بشكل لطيف جدا. هنشوف التقرير ده ونرجع لكم حالا، وهنناقش قضية الخرس الزوجي، ودكتورة رشا الجندي هتكون معانا، مستنيين أراءكم، ابقوا معنا. أنا بدأت الصنعة دي في الستينات، وتاريخ الصنعة بتاعتنا بادئ من أيام عصر الفاطميات. كان فيه ضيف جاي للقاهرة زمان أيام الحاكم بالله، وكان الدنيا ليل، فمش عارفين طبعاً القاهرة ما كانش فيها إضاءة، فعملوا حاجة اسمها مشعيل كده، فطلعوا استقبلوا الضيف بيها، فعملوا طوروا المشعال ده، بقى هو الفانوس. مهنة كلها فن، لقيت فيها إن أنا فكري وفني وكلها يدوي، فحبيتها من كده. هي كانت الأول بسيطة، فضلنا نطور فيها لغاية ما وصلنا لهذا يعني التطوير اللي احنا حالياً موجودين فيه. هو رمضان على فكرة الفانوس، يعني حتى الشعب المصري كله بيشوفنا بيقول رمضان قرب، ده اسمه مخمس عشان فيه 5 قطع إزاز، ده أصغر فانوس وفي أصغر منه. في تطوير ما كانش كده زمان، ده اسمه فانوس بدلاية، وسمينا فانوس على اسم الملك فاروق، ده اللي هو اسمه فاروق. أنا كصنايعي شغلته للسنة من بعد العيد الصغير على طول، اللي أنا بريحه عشان ببقى تعبان اللي هو شهر رمضان. ولادي بيعلموا أولادهم، بنعلمهم برضو الصنعة عشان امتداد للجد يبقى موجود. ده فانوس النجمة، أشهر واحد بيعمل فانوس النجمة ابني شريف رشوان، بيعمل الفانوس ده طوله 4 متر، ده أصغر حاجة عندنا، في متر وشوية. السنة اللي فاتت عملت فوانيس، فانوس خشب داخل في شغل الأرابيسك الإسلامي بالنسبة للفوانيس النجمة، وبحاول بعمل حاجات جديدة إن احنا عايزين نجدد في صناعتنا. علم محمد ومهند الاثنين عشان نكمل مسيرة الحج إن شاء الله، يعني احنا عايزين نورثها لعيالنا وعيال عيالنا. أنا والدي بيصمم
الشغل اللي احنا بنشتغله ان كان كان نجمه براج شويبس بدلايه مخمس او فاروق على عهد الملك فاروق زي ما هم كانوا مسمينه. انا تعودت واخويا تعود معايا بالتوتال من الحج طلعنا ده اسمه كذا وده اسمه كذا وده اسمه كذا. انا مشهور وفرحان وسعيد ان انا اتعلمت حاجه جميله من والدي ان انا اقدر اعيش عليها بعد كده. احنا كنا الاول محليين دلوقتي بقينا شبه العالميين. انا عاوز اكتر من كده يعني انا بدال ما الصين هي اللي تديني انا عاوز ادي الصين. اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا وده معاد فقرتنا الرئيسيه لهذه الحلقه. طبعا زي ما نوهنا امبارح ونوهنا كمان في بدايه حلقتنا النهارده ان احنا هنتكلم وزي ما عودناكم كل يوم جمعه في موضوع اجتماعي. طبعا موضوع الخرس الزوجي او الصمت الزوجي او الطلاق العاطفي زي ما بيسموه علماء النفس منتشر جدا في البيوت المصريه والعربيه يعني بشكل عام. اسبابه كتيره جدا. الخرس مش بيجي من طرف ويسبب يعني مش بيجي من طرف واحد. الخرس بيجي من الطرفين بعد فترة من الجواز ويمكن ناس كتير جدا من اللي شايفيننا بيحسوا ده ما بيلاقوش حاجة يقولوها لبعض وبيكسفوا قوي يقولوا احنا عايزين ناخد اجازة من بعض. بتتكلموا في ايه اصلا مع بعض طول الواحد لما بيقعد مع حد كتير قوي حتى لو واحد صاحبك بتشوفه كل يوم بعد فترة مش هتلاقي حاجة تقولها. مش عيب ان انا اعرف ان انا عندي مشكلة في البيت ومش عيب ان انا ابتدي احلها حتى لو حلول غير تقليدية. هنعرف اسبابها ايه وهنعرف ازاي نقدر نعالجها بتيجي امتى ومين اللي بيسببها تحديدا اكتر يعني الراجل ولا الست مع ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو دكتوره رشا الجندي استاذ علم النفس بجامعه بني سويف. اهلا بيكي دكتوره رشا. اهلا بيكي صباح الخير. صباح الفل عليكي دكتوره رشا. قبل ما نسمع بقى يعني مشاكل الساده المشاهدين في الموضوع ده هنشوف تقرير كاميرا صباح دريم نزلت الشارع وسالت المواطنين سؤال بتتكلموا في ايه مع بعض في البيت وكانت الاجابات كالاتي. ايه اكتر الحوارات اللي بتدور بينك وبين مراتك؟ الحوارات العائليه طبعا بس العائليه حواراتي معها مع الاولاد وبس مش اكتر والاكل والشرب هذا اللي بيغلى كل يوم شوي شوي. مشاكلي مع جوزي ايه؟ هو الغلا اللي احنا فيه كل كلام لكن هو في الاخر على الاخر كان الله في عونه وعين غيره برضه. طبعا انا بالنسبه لي كل يوم بروح الشغل الصبح وباجي ببقى مرهق وتعبان وهي طول اليوم في البيت بتعمل الاكل بتاع الاولاد وبتهتم بشؤونهم وبتذاكر لهم فطبعا ده اكيد بيبقى بيخلي الواحد بيحد شويه من موضوع الكلام الكتير. مفيش ود يعني مفيش حب كل واحد في موال شيء طبيعي اللي الكلام بيقصر عامه بعد الجواز بعكس قبل الجواز عشان طلبات الحريم كتير مقرفين. كل مره بتكلم مع مراتي كل يوم اخش عليها اقول لها بحبك 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 كلمه بقالي كتير عايز اقولها لك لكن الظروف منيله بنيل. مين قال لك اساسا ان انا متجوز؟ انا بقالي 100 سنة مكان انا فاكر. رومانسية طحنة يعني بصراحة حاجة تفرح على الصبح كده. هو الأستاذ اللي كان بيقول أنا بروح الشغل بس عشان لفت نظري وإن زوجته قاعدة في البيت بتعمل أكل مش عارفة إيه الغريب في كده يعني هل ده السبب يخلينا ما نتكلمش مع بعض ولا لأ؟ دكتورة رشا بجد ترحيبي بيكي وعايزة أسمع رأيك بقى. بصي أنا عايزة أقول لك الأول ألذ تعليق جاني يعني امبارح بقول لهم ايه؟ بقول لهم يا جماعه استنونا بكره في صباح دريم هنعمل حلقه عن الخرس الزوجي عشان اللي عنده اي سؤال او كده. ما واحد بعت لي قال لي هو بقى في خرس زوجي ده بقى في رغي زوجي. رغي؟ مش كل الناس عندها نفس ال طب بس انا عايزه اقول لك على حاجه بقى طالما حد قال لك كده يبقى احنا كده عندنا مشكله. الخرس ما بيبقاش خرس الكلام هو بخرس عاطفي اكتر طبعا يعني طبعًا. الناس اللي كانت بتقول احنا ما بنتكلمش مع بعض غير في الاسعار والشغل ومشاكل الولاد ما ده كلام
بس تمام. مش ده الكلام اللي المفروض يتقال 24 ساعة في العيلة يعني. بصي هو مش ده الجو الأسري اللي احنا بنتكلم فيه يعني. هو عمتنا علشان يحصل تواصل ما بين أي اتنين يعني، حتى أصحاب اتنين متجوزين، أخ وأخت وأيا كان يعني. هو التواصل أنواع يعني، في تواصل لفظي بالكلام نقعد نتكلم مع بعض، وفي تواصل مش لفظي اللي هو يقولك حتى ايه ده، دي مراتي بتفهمني من نظرة عيني، او الولد يقولك ايه على طول لما ماما بتبصلي بعرف هي عايزه ايه فبقوم يعني. عارفه ازاي اللي هو ايه ده نوع من انواع التواصل غير اللفظ. في كمان بالحس يعني، ممكن واحده تلاقي جوزها متضايق فمش لازم تقول له انت مالك، ممكن هي عارفه هو ماله بس ما عندهمش جديد يقولوه في الموضوع، فممكن تقعد جنبه وبس تطبطب عليه. ده كل ده تواصل، ده تواصل. ما هو عدم حدوث الحاجات دي بقى يا دكتورة رشا ده هو ده الخرس مش كده؟ لا بصي هو الخرس طبعا طبعا يعني الخرس ان مفيش تواصل بيننا، مفيش تواصل اصلا من اي نوع من الانواع اللي حضرتك قلتيها دي صح كده يعني. احنا مش عايزين نحكم ان لما نشوف واحد ومراته مش بيتكلموا مع بعض نقول دول عندهم خرس زوجي او عندهم مشكلة. لا خدي بالك ان احنا نوصل لمرحلة ان نفهم بعض بالتواصل الغير اللفظي بيبقى ارقى واكبر بكتير. ده معناه ان احنا يعني مندمجين جدا مع بعض. او في ستات تقول لك انا بحس بيه يعني، حتى لو هو في عنده مشكله او بيعمل مشكله فبتبقى حاسه. بتبقى حاسه. لا وكمان لما يقعدوا لاقي ناس وصلت لمرحله ان هم بيخرجوا مع بعض ما بيتكلموش بس هم مرتاحين لمجرد ان هم مع بعض. تمام. دي بتحصل على فكرة حتى في الأصحاب يعني، لو حضرتك ليكي أصحابك ممكن في ناس منهم القريبين جدا مش ضروري نتكلم بس هم قاعدين كده مطمنين. أيوة مجرد إحساسك إن فلان ده موجود في الدنيا يعني أو قاعد جنبك دي في حد ذاتها اطمئنان عالي جدا. ولو في حاجة عايزين نقولها لبعض بنقولها. تمام. بس في نقطة بقى إن كمان مش كل الناس بتعرف تعبر عن اللي جواها بالكلام. يعني انا هقول لك انا واحده من الناس ما اعرفش اعبر بالكلام يعني. ما اخدش دي حجه بقى ان انا ايه ما اتكلمش او ما احاولش ان انا اتواصل، لان الستات تحب تسمع. وده لا انا مش عارفه ده حقيقي ولا لا، بس نقطه ضعف الست دايما وده الكلام. الكلام اللي انت هتقولي هو الكلام الحلو والطريقه اللي بتقول بيها الكلام والراجل عينيه بقى اللي هو لازم يشوفك حلوه طول الوقت ومتجددة يعني ومش كل يوم شبه اللي قبله وكده يعني. تمام. طب في كمان ناس كانت بتعاني ان مثلا بتقول انا ما عنديش مشكلة يعني، انا مثلا ما تتخانقش مع جوزها خالص، بس مثلا بقى لها 4-5 سنين متجوزة، اللي بيحصل النهاردة هو اللي بيحصل بكرة، هو اللي حصل امبارح هو اللي بيحصل بقى له 4-5 سنين. فهل الروتين. في شخصية بتحب الروتين يعني، ممكن يكون هو مثلا روتيني وهي مش روتينية او العكس؟ طب ما هي تخلق، هي تكسر الروتين ده يعني. لو جوزها روتيني وبالنسبة له، بعدين مين قال لها ان جوزها مش متضايق او مش ملان من حاجة زي دي؟ هي تكسر الروتين ازاي؟ مش عارف يكسر الروتين يعني. انا بقصد ان ده بقى موجود في الناس كلها، ان حياتنا نادر جدا لما تلاقي حد بيعرف يكسر روتين حياته. حياتنا يوميا اللي بننام فيه بنصحى فيه، بتقوم بتروح الشغل، هو بيروح الشغل لو كانوا الاثنين بيشتغلوا، بعدين بيرجعوا بتحضر الاكل يقعدوا ياكلوا، بعدين تشوف الولاد، بعدين تنام، بعدين يقوموا يروحوا الشغل، وهكذا. احنا ما بنكسرش الروتين. فطبيعي الروتين هيسبب زهق او ملل. تمام. وبعدين مفيش حد في حياته جديد كل شويه يعني. خدي بالك الشخصيات اللي بيبقى في حياتها جديد او بتخلق جديد في حياتها دي بتدي طاقه ايجابيه تخلي الحياة حلوة يعني. بس في يعني شخصيات بتحب ده، ولما بتلاقي ان الشريك اللي معاها سواء صديق او صاحبتك او حتى زوجها بتلاقيه كده بيجي لها حالة من الاحباط او بتتعب نفسيا، لان هي شخصيتها ما بتحبش بس روتين. خدي بالك او العكس يعني، ممكن الراجل هو وليه ما نقولش ان الشخصية اللي هي بتحب تكسر الروتين لو اصحابها اللي معاها او مراته او ايا كان، هي ما بتحبش تكسر، بتحب تكسر روتين وهو جوزها يعني، ليه هي ما تساعدش اللي معاها الروتينيين دول؟ ليه هي ما تساعدهمش على كسر الروتين؟ اي حتى شله او اي بيت هتلاقي فيه مثلا
الأب والولاد عندهم يعني روتينيين قوي، والأم لأ شعنونة شوية وبتحب أو العكس، أو لازم حد في الولاد يكون أو لازم حد في الولاد. هتلاقي اللي بيحب يكسر روتين ده هي روح البيت سبحان الله. تحسي البيت من غيرها ملوش طعم، كل يوم هي بتعملهم جديد. فالمهم ان يكون في حد في طيب كده. ايه رأيك في الناس اللي بتقول ودايما لما حد بيقول مثلا ايه يحصل لهم الحالة دي او حالة الملل اللي بتحصل او الانفصال العاطفي، يقولك طب نريح شوية يعني كل واحد يبقى يعني عشان يوحشوا بعض. ففي ناس بتاخد او طرف بياخد الموضوع ده اللي هو لا ده عايز يسيبني او لا دي زهقت مني مثلا وعايزه تنفصل او كده. بالعكس دي انا ليه ما عنديش الثقافه دي؟ معلش انا عارفه في ناس كتير مش ممكن تتقبل اللي انا بقوله، بس اعتقد ان الحياه لما يبقى فيها مثلا يعني يفتقدوا بعض شويه بتكون افضل يعني. طبعا تخيلي بتشوفي حد كل يوم وحياتك كلها هي الحد ده وبتعملوا نفس الحاجه، يعني ده الام مرات بتزهق من ولادها. يعني مرات بيجي لها فتره كده عايز تاخد اجازه، تخيلي بالظبط يعني عايزه تستريح شويه اكبر من الروتين في الدنيا. فده مش معناه ان مش زهقانه ان هي تستريح منهم، هي عايزه تستريح من الملل او الروتين اللي بيحصل. طبعا بالعكس ده ممكن يكون اللي قدامك بيحبك قوي فعاوز يحافظ عليكي، فعشان كده عاوزك توحشيه فاديله فرصته. تمام. بس الستات ما بتتقبلش ده اكتر ولا الرجاله؟ بصي على حسب يعني، في ست بتبقى مثقفه وواعيه جدا واحساسها بالحياه حلو قوي فبتتقبل ده، وفي راجل بيبقى روتيني قوي تقولي له مثلا مراتك هتبعد عنك، يعني انا اعرف حد يعني مش ممكن شغل ما خلاهاش تشتغل، اصحابها قطعها من اصحابها، حتى اهلها يعني بالعافيه لما هي في الدنيا متسخره لي هي ليه هو بس 24 ساعه هي شوف وخرج يقفل عليها الباب. لا ده صعب تخيلي يعني. يعني في رجاله كمان طب انا نفسي بفكر بقول طب هو ما بيزهقش، بلاش هي هو ما بيزهقش، ما هو ده بقى انا بقول لك عليه. هو شخص يعني في ناس يعني دايما كان الناس تقابلني تقول لك جوزي شخص يعشق الروتين، يعني لازم حلو جدا الاكل في الميعاد، مكالمات التليفون في ميعاد، مش عارف ايه في ميعاد، فهي بتبقى يا عيني مش يعني مش لازم بقى كل يوم في نفس المواعيد نعمل نفس الحاجه نعمل مش عارف ايه، هي بقى تكسر له الروتين ده. بيتقبل الشخص اللي بيحب لازم الروتين يتقبل. ده يتقبل. طب خلينا نقول يعني ناخد البرنامج فرصه النهارده ان احنا نفهم الناس نقطه زي دي قد ايه هي مهمه. يعني لسه في دراسه قريتها امبارح كانت عاملاها باحثة اسمها رشا محمود عندنا في جامعه بني سويف، عملت عن الخرس الزوجي ده، بس هي بصراحه اخذته من 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 وجهه نظر حلوه قوي، ان الخرس الزوجي ده تاثيره ايه على الولاد، يعني تاثيره ايه على التوافق النفسي بتاعهم. يعني لو جبتي ولاد طالعين في بيت فيه خرس زوجي مفيش تواصل ما بين الاب والام واحنا اتفقنا ان التواصل ممكن يبقى لفظي ممكن يبقى مش لفظي، تمام، فمفيش تواصل لا لفظي ولا مش لفظي، تمام، وجبتي يعني عملتي شفتي نفسيتهم هتبقى عامله ازاي لما بيتعاملوا بره مع اصحابهم في المجتمع، بعد كده في شغلهم، بعد كده في جوازهم في بيوتهم، وجبتي ناس ما عندهمش ده. الولاد اللي طالعين في بيت فيه خرز زوجي بيبقى عندهم اكتئاب ممكن يوصلوا له، تمام، ما بيبقاش عندهم قدره على التواصل مع الاخرين لان افتكري دايما ان فاقد الشيء لا يعطيه، تمام. فلو انت ما تعلمتيش من بيتك ازاي تعبري عن العاطفه بتاعتك وازاي تعبري عن اللي جواكي وازاي تتواصلي مع اللي حواليكي فهتطلعي هتفشلي في ان انت تتواصلي مع اصحابك تتواصلي بعد بس كده. بس ده بقى في خطوره يا دكتوره رشا انه الاهل ما بيبقوش حاسين ان هم بيعملوا ده غير الطفل اللي بينشا في بيت مثلا فيه خناقات طول النهار، فهو بيبقى عارف ان الولد جاله اكتئاب بسبب الخناقات، انما انا كده متخيله ان طالما ما فيش خناق ما فيش صوت عالي يبقى الولاد مش هيجي لهم اكتئاب ولا هيحصل لهم حاجه. لا طبعا. فطبعا لا طبعا. يعني ده مش موجود. انا يعني ان هم يبقوا زي ما حضرتك بتقولي كده مش متواصلين مع بعض خالص فما بياخدوش بالهم، يقول لك لا ما احنا ما بنتخانقش قدامهم. فيديو هايل لسه برضو شايفاه امبارح وانا جبته لكم، يعني يا ريتهم يعرضوه دلوقتي. دي تجربه اتعملت في الامارات في فصل في المدرسه، فجربت جربت المدرسه تخلي كل ولد من الولاد اللي موجودين في الفصل يمسك موبايله ويتصل بباباه في نفس الوقت ويفتح السبيكر لاصحابه ويقول لباباه بابا انا بحبك،
نشوف بقى الرياكشن. شوفي بقى ردود الافعال وشوفي بقى الفرق بين الولد اللي باباه يعني هنا الولد بيقول لباباه مثلا بابا ممكن اقول لك حاجه فالولد يقول له قول يعني الاب بيقول له قول يعني بيستغرب بيحس ان كان الولد فيه مصيبه او فيه حاجه يعني بيتفاجئ فبقول له بابا انا بحبك شوفي يعني صدقي والله شوفي يعني بقى ردود الافعال عايزه اقول لك ان دي حاجه مهمه جدا احنا لسه امبارح كنا بنتكلم في طرق التعليم والتربيه في المدارس ولقيت ان في سلوكيات وحشه جدا بتحصل احد اسبابها اللي انت بتقولي ده انا ما بعلمش الولاد سلوك طبعا دي مشكلة ما بعلمهوش ان هو يستقبل اختلاف وجهة نظر يعبر عن يعبر عن احساسه ما فيهاش حاجة انا ما انا احكي لك حاجة في المحاضرات عندي بعمل حاجة كده في بداية كل محاضرة اسمها الفضفضة بحط لهم كرسي على البنش فوق وبعدين هم عارفين يلا يا جماعة مين عايز يطلع يفضفض النهاردة بتطلع الطالبه هم عندنا في رياض اطفال بندرس بنات بس فما فيش ولاد معاهم فبتطلع تتكلم براحتها وبعدين تقعد بقى قدام زمايلها وتحكي اللي جواها اللي مضايقها تمام وبعدين بنشغلهم كده ميوزك هاديه ونعمل لهم الاضاءه ازاي يعني جو نفسي شويه في الاول كان صعب جدا يعني بالعافيه لما تطلع واحده تتجرأ انها تعبر عن اللي جواها عشان ما تعودناش شوفي بقى قد ايه صعب ان احنا نطلع اللي جوانا وكانوا بيفرق معاهم قوي ولا تعودنا في بيت ولا في مدارس يعني ولا في أي مكان. اللي بشوفه دلوقتي في المدارس ان انا مش ده بالعكس ده انا بتجاهل حتى لما يجي طفل يعني بشوف مدرسه تتجاهل لما الطفل يجي يحكي لها حاجه بالنسبه لها دي حاجه تافهه مع ان دي جريمه يعني اللي هي بتعمله ده جريمة سيبيه خلص كلامه هقول لك حاجه هتتفاجئي ليها قبل ما ادخل في دراسة علم النفس اتعمق فيها يعني انا كنت اكتر واحدة ما بعرفش اعبر عن اللي جوايا لو حبيت حد ما اقدرش يعني ما اعرفش اعبر بالكلام ممكن اعبر بالكتابة بس ما اعرفش اعبر بالكلام اقول له يعني ان انا انت غالي عندي او انا بحبك ايا كان الحد ده صديقة حد من الاهل حد عمل لي حاجة حلوة فعايزة اقول له شكرا عايزة ابين له فرحتي ما كنتش بعرف اعبر خالص لما تعمقت في علم النفس وشفت قد ايه الموضوع ده غلط عليا يعني غلط على شخصيتي كتم المشاعر بيؤدي طبعا سواء حلوه او وحشه يعني كمان يقول لك ايه العتاب حلو يعني لو واحده متضايقه من جوزها تقول له فتقول له العتاب حلو كونك ان انت تطلعي اللي جواكي اصلا مش مهم ما يعني هو مشكلتنا ايه ان احنا متوقعين رد فعل معين يرضينا تمام فلو ما جالناش رد الفعل ده فبنفضل بقى عايشين متضايقين لا احنا مش عايزين كده الصح نفسيا ان انت بتطلعي اللي جواكي عشان تريحي نفسك ما تمام. تتوقعيش رد فعل معين طريقه ما توقعش ما انا هجي لك بقى في النقطه انا عندي سؤالين بس في الموضوع اللي حضرتك بتقولي ده دلوقتي انا ازاي اقدر اعبر عن المشاعر دي بطريقه يعني ما تضايقش اللي قدامي سواء المشاعر دي حلوه او وحشه خلينا نبدا بالمشاعر اللي انا مثلا لو حاسه ان انا متضايقه من حد اعبر ازاي ان انا متضايقه ما هو في ناس بتفضل قاعده ساكته الادب حلو والاخلاق حلوه افتكري دايما ان انت اللي قدامك ده بني ادم حتى لو عامل فيك ايه حتى لو خيانه تخيلي يعني حتى لو هو عامل ايه هو بني ادم وليه شعور وفي ناس ممكن مرات بتتضايق قوي بتجيني تقولي فلان ده كان بيحبني ومبقاش بيحبني فبتكرهه او بتتضايق منه لان بتشوفه حد تاني بتبقى شايفاه شخص تاني اقول لها مشاعرنا مش ملكنا ما تلوميش انسان على مشاعره حد كان بيحبك وفجاه مبقاش بيحبك وانت متاكده ان انت ما عملتيش حاجه يعني مش هقول لك بقى بيكرهك حبه ليك اتغير انت متاكده ان انت مش سبب يعني مش مزعلاه او ممكن تكوني اهملتي شويه فتبداي تهتمي بس مشاعره ما رجعتلوش تمام ما بقاش مشاعره مش ملكه تمام مهم قوي لو ان احنا بقى خدنا الامور بالعقل هي دي بقى اللي هتحل المشاكل بتاعه الموضوع ده ان انت بتقولي لي مثلا حضرتك بتقولي ازاي اقول له انا متضايق الادب حلو والاخلاق حلوه
ازاي اكون بالادب والاخلاق على اساس النقطه اللي قلتها لحضرتك، ان انا اكون فاهمه ان اللي قدامي بني ادم هقعد معاه بكل صراحه هقول اللي جواي. ده على موقف ولا تراكمات؟ يعني انا دلوقتي لو موقف الست دايما لما بيحصل موقف بتتخانق على طول، ما دي حاجه موجوده في كل البيوت. فحصل مش عارف ايه، بيحصل مشده، هنقول مشده مثلا عاديه وبعد شويه تصالحوا او ايا كان. انما لو في تراكمات لده، يعني لو التصرف ده اتكرر اكتر من مره، فبتبتدي هي تتراكم عندها مشاعر. سيبه يتراكم يعني، ما هو في ناس بتتفرج عليه دلوقتي عشان ما اعملش بقى كل شويه خناق كل شويه خناق. لا ما انا مش، ما احنا اتفقنا ان احنا مش هنتخانق. طب لو ان انت رايحة تتخني يبقى بلاش خالص حتى لو في تراكمات. الخناق يعني دايما يقولك الشخصية وحلاوتها وكده مش في الصوت العالي. هو انت لو عليتي صوتك مثلا جوزك هيبقى كويس؟ مش شرط بالصوت العالي يا دكتورة رشا، يعني ممكن ان هي بتقول له مثلا كلام لازع شوية، بتبين له ان هي عارفة حاجة معينة وان هو كان كدب عليها. طيب وليه ما جرب ان انا اسأل اللي قدامي ليه عملت كده؟ خلينا نتعود اساله ليه عملت كده، هروح مزعل على لا مفيش ده. انا هقعد بكل رقي اقول له من فضلك انا عاوزه اعرف انت ليه عملت كده. تمام. وتقولي ايه الحاجه اللي هو عملها. تمام. تمام. ممكن على فكره احنا مرات بنفهم ناس غلط، ممكن حد يكون بيعمل حاجه علشان هو بيحبك وبيشيل اذى عنك فاضطر ان هو يعمل كده. تمام. والظاهر بتاعها ان الحاجه دي مش حلوه ليك، بس لما تتناقشي معاه تطلع الحاجه حلوه ليك. وحضرتك اديتي مثال، خدي بالك اديتي مثال حلو قوي، قلتي ان ممكن الواحد مثلا يكون حاسس بالزهق او الملل او الروتين فيجرب ان هو يبعد شويه. تمام. او يشوف وجوه جديده، مش كل يوم بيشوف مثلا مراته ولاده بس. لما يجي اقول لها كده هتقولي لا ما هو هيخن، يعني ايه شوف وجوه جديده؟ لا ما دي الثقافه اللي انا مش احنا هنوصل اهو للنقطه. فهو لما يجي يعمل ده فمراته بتشوف ان هو كده يعني ايه، زهق منها، بيحبها، زهق منها، بتاخد الموضوع على نفسها. طيب شوفي ده الظاهر بتاع الموضوع. لكن لو بصيتي للباطن بتاع الموضوع، هو طالما عاوز يكسر الروتين معاها يبقى بيحبها، عايز يحافظ عليها. فعايز يفضل شعوره بيها حلو، لانه لو استمر هو في روتين معاها في زهق في ملل هيوصل ان هو ما يبقاش طايق يشوفها. فعايز يجدد. تمام. حفاظا عليها، زي الراجل اللي بيطلب من مراته يقول لها خلينا كل واحد ينام في اوضه. نجرب ده. تمام. تمام. او الواحده تطلب من جوزها ده. لما بنسمع الموضوع ده الاول بتتخض، الناس بتتخض يعني دايما طرف لما يطلب كده الطرف ده يتخض يقول لك ده زهق منه. يعني هو صحي بقى جدا، يعني لو جينا عملناه في فترات صحي جدا. يعني فهماني حضرتك النقطه دي؟ مش وحش خالص ان احنا شويه نجرب ان احنا زي ما حضرتك قلتي نوحش بعض، نبعد شويه. طيب ايه اسباب يعني اسباب الصمت اللي بيجي في البيوت؟ يعني او احنا بنلاقيه بيجي حد بعد ما عندوش جديد، شخصية روتينية ما عندهاش جديد، ولا احنا بنخلي الزواج ده اخر الموضوع؟ ما انا دايما ايه بشوف ان حتى كمان اللي بيتجوزوا جديد الجواز ده هو end of story، يعني ده اخر الموضوع خلاص، هي وصلت للهدف او هو وصل للهدف. ما وصي مع بقى ان ده مش الهدف. على حسب بقى، يعني انا اتجوزتك اصلا ليه؟ الهدف زي ما حضرتك بتقولي دي نقطة مهمة قوي. النقطة التانية ان كمان في اتنين شخصيتين بيتجوزوا بعض بسرعة، فلمجرد الجواز، لمجرد ان يكون عنده بيت وعنده مش عارفة ايه، بس هم مش عارفين هي شخصياته ما تنفع مع بعض ولا لا، فبيتجوزوا لمجرد الجواز. ويتعرفوا بعد الجواز بقى الفرح والفستان والبدلة والجنس كل دي بتروح زهوتها. خلي بالك كمان بيتهيأ لهم ان الدنيا هتبقى مشغوله، لان هم في الفتره دي، ما دي فتره وهميه شويه، يعني فتره لطيفه وكل حاجه وهميه شويه، فتره من الخطوبه لغايه الفرح بتبقى على طول مشغولين، على طول مشغولين وراهم حاجات وتحضيرات ومش عارف. فهو فجاه لما يلاقي الدنيا بقت خط مستقيم، طب ايه، طب فين بقى المشاوير والحاجات والفسح والكلام اللي احنا كنا بنعمله؟ ولازم اعرف انا بني ادم ده في لغه تواصل بيني وبينه ولا لا. ما هو ممكن يكون انا كويس جدا واللي قدامي كويس جدا، بس التركيبتين مش جايبين مع بعض، يعني مش شرط ان حد فينا وحش.
فده بنكتشفه بعد الجواز. بيحصل طلاق كتير بس بقى. بيحصل طلاق ودايما بيتقال ان الطرف التاني وحش. لا يعني حد بيقول لك انا طلقت عشان فلانه بتعمل. انا مفيش حاجه في الدنيا اسمها حد وحش ومفيش خلاص. خناقه في حد غلطان والتاني صح. يعني متهيالي الخناقه لازم الطرفين يكونوا غلطانين طبعا. كل واحد يعني عنده ايجابيات وعنده سلبيات. ومفيش حاجه في الدنيا اسمها بني ادم وحش. لا في حاجه اسمها البني ادم الوحش ده على فكره ممكن الزوجه تشوف ان زوجها ده وحش جدا وبعدين يتطلقوا يتجوز واحده تانية ويبقى ناجح جدا معاها. تبقى سعيده مع التوافق. هل معنى كده ان الزوج كان وحش فعلا؟ لا. او هل الزوجه نفسها الاولى وحشه؟ لا. بس ممكن الاثنين دول مش متوافقين مع بعض. فبدل ما نتعب نفسنا ونتجوز ونجيب ولاد وندخل في مرحله صعبه، طب ما ليه ما من البدايه قبل ما ادخل على مرحله الارتباط طب ما ادرس الشخصيه اللي قدامي كويس اشوفها نافعه معايا ولا لا. تمام. وعشان كده البنات اللي او الولاد اللي مش بيكونوا على طبيعتهم في التعارف بيمثلوا فتره. بصي بيمثلوا كل حاجه. فده هم مش بيمثلوا عليه، ده هم بيمثلوا على نفسهم. والراجل اللي بيمثل برضه ده صورة على فكره عايز يعملها يعني اللي بيقدم احلى ده. دايما اقول لهم ايه؟ اقول لهم بالعكس اللي هترتبطي بيه ده انت لازم تطلعي اوحش ما عندك اخرك علشان تشوفي هو هيتحمل الوحش ولا لا، هيتمسك ولا لا. مش بس تبيني احلى حاجه. ده بالعكس انت في الارتباط انت عايزه حد ياخدك يستحملك على طبيعتك. ممكن في ناس لما بتصحى من النوم بتقعد كده بنص ساعه بس بتقولك انا بفوق ساكته انا بفوق مش عارف مش فاكره انا مين اصلا يعني لغايه النص ساعه. لازم تاخد قهوتها ولازم مش عارفه تبص في الموبايل ولازم تعمل مش عارفه، هي بتفوق. فالطرف الثاني لو ما يستحملش الطرف الاولاني اللي بيفوق في نص ساعه مثلا ده الحياه هتبوظ والله. تبقى حاجات صغيره بس تخيل لو هو بيستحمله بقى. لا 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 محدش ليه دعوه بابا دلوقتي او دي بعد شويه بقى لما بتفهم الشخصيه. بس انا بتكلم فرضا ان دايما عشان برضو حاجه من الحاجات اللي بتصدم الناس الاراء اللي بتصدم الناس ان هي ايه يا جماعه، طب مش معنى كده ان انت وحش ولا هي وحشه بس انتوا مش مبسوطين. طبعا هو انتوا متجوزين ليه؟ مش عشان الحياه دي تبقى افضل من الحياه اللي انتوا عايشينها قبل كده؟ طب انتوا ما اتبسطتوش فرضا ان حصل وجابوا اولاد وكل حاجه بس نتعود مش سعداء. اتعود على الحياه دي أيوة. ولا احاول اغيرها؟ لا اغير طبعا. من بقول لحضرتك الفيديو اللي جبته لكم عشان كده لازم اغير. عايزه كل بني ادم بيتفرج علينا دلوقتي يتعود ان هو يعبر عن مشاعره سواء حلوه او وحشه. ايوه بس بيقول لك انا لو عبرت دلوقتي او هي لو عبرت هتخرب البيت. ايه الفرق ما بين ان انا احنا قلنا هنعبر باخلاق وبادب. لا طيب هقول لك انا مش مبسوطه مش عايزه اكمل. بصي ما هو برضه لازم الست او الراجل يكون واحد ذكي. يعني ما جيش مثلا وهو راجع من الشغل متضايق او مثلا جاي في الزحمه وتعبان من الصبح فاول ما يدخل اعبر له في الوقت ده. ما هو انا اكون بني ادم سوي يعني الانسان النظيف من جواه يعني يرحم البني ادم اللي قدامه شويه. ارحم اللي قدامي بمعنى ايه؟ اختار الوقت اللي اعبر له فيه. طيب. لو انا جوايا حاجه سلبيه يعني مثلا انا متضايقه منك من كذا وكذا طب اختار الوقت مش هجيله في وقت هو عصبي فيه او وقت عنده مشكلة او وقت هو بيفكر اصلا في مشكلة. طيب. انا لازم اشاركه افكر معاه الاول وبعدين ابدأ اطلع اللي جواه في الوقت المناسب. تمام. طب احنا مستنيين طبعا اراء السادة المشاهدين لو حد عايز يقول رأيه في الموضوع ده. بس انت بتقولي ده حلو قوي في ايه بقى؟ فيه دايما كده يعني ناس بتقول ايه انا مش عارفه صححيني بس لو المعلومه دي غلط ان الوقت مثلا ممكن حصل نفترض كل الحاجات حصل خناقه فالراجل دايما يقول ايه يفضل سايب الموضوع شويه كده لغايه ما ايه ما الدنيا تهدى. تمام. ست لا يعني الراجل بيهدى مع الوقت الست بتبتدي المشاعر الغضب عندها تعلى مع الوقت. عايزه مشكله تخلص دلوقتي عايزه احل دلوقتي. اوازن ده ازاي؟ على فكره دي مشكله بتواجه ناس كتير جدا. بصي خلينا نتفق ان طبعا مش هنقول رجاله ومش هنقول ستات علشان في رجاله العكس وفي ستات تسيب لغايه ما الدنيا تنسى اصلا هي كانت متخانقه ليه. بس اللي حضرتك بتقوليه ده مهم جدا. في واحد من طبعه ان هو بيسيب من طبعه مش علشان دي شخصيه اللي قدامه ان بس هو مش بيسيب كل الرجاله بتعمل كده صح تهدى. بس ده مش صح. هو الصح ان انا اتصرف على شخصيه اللي قدامي. هو اللي قدامي مثلا ممكن يكون من نوع اللي بيزعق وبينزل على ما فيش في الاخر.
اللي قدامي ممكن يكون من النوع اللي ما بيحبش، يعني اللي لو انا دلوقتي مثلا ممكن بالعشرة افهمك فاعرف ان انت من النوع اللي لو كلمتك وانت عصبية الموضوع هيزيد، وفي واحد تاني افهم ان هو من النوع اللي لما بيطلع اللي جواه في العصبية فانت كمان تكلميه في وقتها وتخليه يطلع اكتر واكتر كده بيرتاح، فموضوع ما بيسببش مشكلة. فلازم بقى ما هو ده احنا بنعمل ايه بقى في فترة الارتباط، بنفهم بعض. انت شخصيتك ازاي، انت بتحبي تطلعي اللي جواكي في وقتها ولا بتحبي تصبر عليكي شوية. ونقطة مهمة قوي، انت بتطلعي اللي جواكي ازاي. يعني في راجل مثلا ممكن ما بيعرفش عبر بالكلام، زي ما اديتك مثال على نفسي، بس هو يجي يشغل لها اغنية حلوة تمام، او يجي يكتب لها مسج او ورقه وهو رايح الشغل، او يجيب لها ورده او يجيب لها هديه حلوه، بس ما بيتكلمش ما بيقولش بالكلام، فالست تبقى متضايقه، تبقى من النوع اللي هو ايه يعني بتحب يقول بالكلام فتتضايق تقول لك ده ما بيحبنيش. لا انت كده انت اللي غلطانه والعكس. طب ايه الفرق لما هي تقول لا ده الاول كان بيعمل، يعني الاول كان مثلا بيتكلم لان هو عارف ان هي بتحب الكلام، بعد كده بيتغير لما وانسى؟ لا ما انا بقول لك الواقع، مش هيتغير. يعني هي لا لو اتغير يبقى في حاجه في حياتهم نفسها غلط، لكن دي مش في شخصيته. مش هيتغير ازاي يعني المشاعر يعني بتتغير. لو هو اصلا بيعبر بالكلام يعني لو هو كان بيعبر بالكلام وبعدين بقى بيعمل كده ممكن تحس ان في حاجه في حياتهم اتغيرت، بمعنى ان هم بقوا يعني بقوا اكتر ود. عارفه لما تلاقي راجل وست كبار مثلا جدي وجدتك والناس دي او باباكي ومامتك مثلا بيتعاملوا على فكره ما كانش عندهم المشاكل بتاعتنا دي، خلي بالك مش عارفه ليه بس شوفي يعني وصلوا لمرحله ان ممكن ما يكونوش بيقولوا كلام الحب كتير، بس وصلوا لمرحله ان هم خلاص ما بيتكلموش اكتر من ان هم بيعبروا بحاجات تانية، بيحلوا مشاكل تمام. بيعملوا ايه كده؟ استاذن حضرتك بس معانا تليفون مها من البحيره. ايوه صباح الخير. صباح النور. اتفضلي يا مها اسمعيني. من التليفون يا مها لو سمحت. صباح الخير. صباح الفل حبيبتي اتفضلي. اول مره اشترك في حياتي. الو طب وطي التلفزيون بس واسمعيني من التليفون لو سمحتي. ايوه حضرتك اول مره نشترك كده يسعدني، يعني انا اسعد والله. اتفضل يا حبيبتي. طيب اشتركت بس كان في مشكله هي بس مش عارفه تسمعنا من التليفون. تمام طيب ليه دايما بيقولوا الناس اللي قبلنا ما كانش عندهم المشاكل دي زي ما كنت بقول لك قبل التليفون؟ ما اعرفش ما اظنش كده. ما بحبش اعمم خالص. هم كان عندهم بيقولوا مش انا بشوف ناس دلوقتي والله بجد ناس دلوقتي موجودين شاطرين جدا فما عندهمش الخرس الزوجي، حياتهم ماشيه تمام، بيعرفوا ازاي يكسروا الروتين. يعني في مثلا افتكر ممكن حد من صحابي هو ومراته كلموني الساعه 4 الفجر عايزين احنا زهقانين بقالنا اسبوع ما تيجوا نتجمع نطلع العين السخنه مثلا. تمام. انت متخيله ان بيكسروا الروتين وصلت لدرجه ايه؟ فاهمه القصد؟ ان هم اول ما بيبداوا يحسوا بالزهق او الملل على طول بيكسروا ده. تمام؟ في ناس بقى ما عندهاش الامكانيه، يعني ممكن حد بيتفرج علينا دلوقتي يقول لك مش لازم اطلع من دول بقى معاهم فلوس وبيسافروا مش عارفه احنا يعني الواحد مش لا على فكره انت مش شرط تكسر الروتين بالسفر، في لو انت مش معاك المقدره طبعا لو السفر ده احلى حاجه، بس لو انت مش معاك المقدره انت ممكن تكسر روتين بحاجات بسيطه جدا. بشوف مرات ناس بيشغلوا الكاسيت ويقعدوا يرقصوا في البيت مع اولادهم مش عارفه ايه، ده كسر الروتين. يعملوا حاجه جديده في حياتهم عشان تبقى حياتهم فيها جديد. يعني لو انت بتشتغل في وظيفه روتينيه شوف عندك موهبه ايه مثلا وابدا اعملها بس دي عشان تقابل ناس يقابل ناس اكتر. بس في انا برضو بتكلم ان الحياه الزوجيه في الاخر هي طرفين شريكين طب. ففي اكيد شريك هيبقى مؤثر اكتر، يعني ممكن الراجل او الست، يعني في شريك هيبقى مشاعره او الطاقه بتاعته بتوصل اسرع من التاني، ممكن يكون اللي بتوصل اسرع من التاني او بتاثر على التاني دي بتبقى اوحش. يعني هي مثلا تكلمه او هو يكلمها يهزر معاها مش عارف ايه فتدي له وش كده. في ناس طبعا خلاص بقى مش ههزر معاه تاني كده وبتاخد وقت
طويل على ما تستوعب. مفيش حاجة اسمها مستحيل، بس هي هتاخد وقت طويل عمل ما تتأقلم مع ال يعني الشخص الكويس. انا افضل احاول لحد ما الوقت ده لو والله لو البني ادم بقى بيحب اللي قدامه معلش هيستحمل وهيتعب نفسه شويه في ان هو يغير اللي قدامه ويأقلمه على حاجه كويس، لان مش الحب كلمه هنقولها وخلاص. ايوه بس ده كده بقى مش منطبق على جوازات كتيره يا دكتوره رشا، لان في ناس بتتجوز زي ما انت قلتي هما الاثنين جمال جدا بس بيتجوزوا عشان يتجوزوا وخلاص. هما دول بقى لو اللي هو لمجرد الجواز احنا قلنا ان دول مش هينفعوا مع بعض، دول اللي بيتجوزوا خلاص لو ما لقوش نفسهم اتأقلموا بعد الجواز ويعني وقدروا يبقوا كويسين. دي مشكلة بنسبة كبيرة جدا لكل الناس اللي كانت بتقابلنا. طب بيكملوا ليه؟ طيب مش عارفة هقول لك بيكملوا ليه. طيب معانا سامية من اسكندرية. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا سامية، اتفضلي. صباح الفل، الله يسعد حضرتك. اقدر اتواصل مع الدكتورة؟ سامعاكي دكتوره، سامعاكي اتفضلي. والله الدكتوره كلامها جميل ومتفائله، وكل الكلام ده للاسف ما بيتواجدش الا في طبقه معينه. يعني الـ 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 يعني انا عايشه في حياه زوجيه بس للاسف جوزي حته اللامبالاه، هو في حاله وانا في حالي في غرفه تانية، ولادي في حالهم وده في حالهم. هي دي الحياه. انت بقالك قد ايه متجوزه يا سامي؟ نعم، بقالك قد ايه متجوزه؟ والله انا بقالي 17 سنه ما شاء الله. طب انا عايزه اسال حضرتك، يعني بما ان حضرتك يعني بحييكي طبعا على الكلام ده يعني صراحه وده حاجه كويسه، بس بما ان حضرتك يعني خدتي الخطوه انك تكلمينا النهارده في البرنامج وتقولي الكلام ده، اذا حضرتك عايزه تكسري الروتين او تحلي المشكله، مظبوط؟ اذا حضرتك بدرتي بده، فتقدري حضرتك فعلا اللي تغيري ده في البيت. انا اتمنى ان اغير من حياتي ومن جوزي ومن ولادي، لان كل عيل من ولادي في حاله في مود غير المود طبعا، لان هو بيأثر على الولاد، وده كنا لسه بنتكلم فيه. بس الكلام ده يا سامية يعني صمت بينك وبين جوزك ولا بيحصل مشادات؟ ما فيش الا لو في معاشره، يعني انا اسفه في حياه زوجيه حتى دي بتبقى حتى دي مش هيكون مش ليها طعم. بس انا عاوزه اقول لحضرتك لازم تلحقي الموضوع، لانه لو زاد يعني هيأثر بعد كده في حاجات اكبر. لا انا واكبر انا خديه وسافروا مثلا زي ما كنا بنقول. لا ما فيش، مع الحياه الاجتماعيه والماده يعني عارفه الظروف الحياه ضغطه، ظروف الحياه ما فيش امكانيات اللي تقدري تعملي اللي حضرتك بتقولي عليه. طيب ما فيش امكانيه ان حضرتك مثلا تروحوا تزوروا حد من اصحابكم، تخرجوا مع بعض كده انت وهو مره؟ عايزين، لا هو عايزين ان احنا ما يبقاش لنا صحاب، دي وحشه دي بيها دي عليها، الاولاد دي وحشه دي بيها دي، ما فيش مناقشه ما فيش حوار. هو ديكتاتور يعني. للاسف. فهمت. لا ما تعرفيش حتى تاخدي تيجي معاك الحوار، ما تعرفيش تتكلمي معايا. طب انا عايزه متطلبات كذا عشان خاطر لا كلميني وقت ثاني، لا الصبح لا الظهر بالليل، ما وقت. طيب ما يمكن حضرتك فعلا بتكلميه في وقت هو مضغوط فيه؟ لا والله ابدا، وقت كده يكون هو رايق فيه، ايه رايك؟ لا مع احترامي لحضرتك هو على طول مضغوط 24 ساعه. هو انت ما خدتيش بالك، خدتي بالك من الكلام ده؟ شوف ايه الموضوع. ما خدتيش بالك من الموضوع ده غير من فتره قريبه ولا من زمان؟ لا من زمان لما جالي برود، يعني التبلد يعني خلاص ما بقاش عندي. امتى حسيتي ان هو كده يعني؟ بقالي كتير. ايوه من فتره الخطوبه يعني ولا بعد ما اتجوزتي ولا؟ ده 17 سنه. لا 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 بس لا مش لا معقول من اول ما اتجوزت كان الجو جميل ورومانسي والحياه دي. هو ده بقى اللي انا عشان كده بسالك. لان هو كان ساعه الخطوبه كان جميل ورومانسي وانا دلوقتي حضرتك ما جربتيش تتكلمي معاه بصراحه تقولي له ليه بقيت كده واحنا محتاجين نتكلم مع بعض؟ بحاول بعض معايا واتكلم. يبقى اخد جاي يتكلم في التليفون، يبص مثلا في الورق بتاع الشغل بتاعه، الطبقه قوم جايه سايباه قوم نازله اعمل لك. طيب حاولي معاه تاني، كلميه في وقت تاني. جالي حاله يأس يعني. لا كلميه. طب بقول لك ايه يا ساميه، انت بتحبي اصلا تعملي ايه؟ يعني انت بتحبي في حاجه معينه انت بتحبيها بتسبب لك السعاده مثلا؟ بتحبي تشتغلي ما فيش حاجه بحبها دلوقتي خالص. اللي انا بحبه ان انا كل يوم اجي بعد المغرب حاجه انزل بره، بس اخد بعضي والبس وانزل امشي. تمشي
بس ممكن حضرتك بس يعني ما تمليش من الكلام معانا، ان احنا كنا لسه بنقول ان في شخصيات مش هتتأثر بسرعة. يعني ما تتوقعيش انك لما تكلميه من اول مرة وتقولي له ده غلط واحنا عايزين نغير ده ومش عارفة ان هو يستجيب، ما بيتقبلش سياستك، ما بيتقبلش. لو ما تقبلش مرة هيحاول التانية والتالتة والعشرة، وتكلمي معاه ده الموضوع ده هيبقى يعني مأثر على ولادكم بالسلب. يعني قولي له ده مضر للولاد. اه مع احترامي لحضرتك، هي مقصره مع بنتي، بتحب خطبت وبتحب واحد جدا بتموت فيه. هي من نوع اللي بتحب جدا. يعني لما بتحب بتحب باخلاص. اللي معاها برضو تبلد مشاعر، يعني بتعامل معاها بكفاء. منعزله هي في الكليه، فمنعزله مع نفسها على طول كده 24 ساعه، بتيجي من الكليه في قلب الاوضه قافله عليها ومع حياتها. طيب ممكن انا خايفه على بنتي مش على جوزي، يعني انا جوزي هي خايفه يعني بنتها تعيش نفس التجربه. طيب شكرا يا ساميه. اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي. الو ايوه اتفضلي يا ساميه، كنت عايزه تقولي ايه؟ انا نفسي عايزه حل البنتي، بس عايزه حل البنت. يعني بنتك مش طيب خلاص انا موت بنتي بس مش اكتر. طيب هي شكرا يا سامية على تليفونك. هي واضح ان هي قلقانة ان بنتها تعيش نفس المشكلة، بس انا هقولك على حاجة. انا عارفة ان الموضوع لازم احاول ولازم مرة واثنين وثلاثة. الراجل بيفتكر ان ده زن، خلي بالك. لا ما هو اما تيجي واحدة غلطانة فتقول شوية بقى، اما كل ايه ما يعني انا مثلا هي راحت له، لاحظتي حضرتك الكلام، هي راحت له قالت له ايه؟ قالت له احنا عايزين نوع نشوف حل مش عارفة ايه. هو سمع الكلمتين اهو، سمعهم بس قال لها ايه؟ كلميني في وقت تاني. وقت تاني بس هو ما انا هقول لك هقول لك بس اسمعهم يعني هقول لك بس. طيب استاذنك معلش هنعلق على تليفون سامية، بس معانا شوق. شوق من القاهرة عشان مستنيه بس على التليفون بقالها كتير. فكريني هبقى ارد. أيوة على شوق. اللي هي سألته. ايوه ايوه يا حبيبتي اتفضلي. ايوه مساء الخير. صباح الفل يا حبيبتي اتفضلي. لو سمحتي كنت عايزه اسال الدكتوره ان انا دلوقتي داخله على موضوع ارتباط وكده، اتعامل معاه ازاي؟ يعني هي بتقول ان احنا لازم نعرف الشخص كويس واعرفه كل حاجه، عيوبي قبل مميزاتي. انا اتعامل معاه ازاي واعرفه ازاي؟ انت عمرك قد ايه يا شو؟ انا 19. 19؟ طب هو عمره قد ايه؟ هو 29. 29. يعني بصي زي ما بيشوفك يا شروق، زي ما بيشوفك جميله يعني وحلوه، وده طبعا مطلوب، خليه يشوفك برضو على طبيعتك. طبيعتك دي مش بس في شكلك، كمان طبيعتك في طباعك. يعني خليكي على طبيعتك معاه، ما تتكلفيش خالص، علشان تشوفي هو هيتقبل او هيتحمل او هيصبر على الطبيعه دي ولا لا. معايا على التليفون؟ انت سامعه يا شوق؟ ايوه سامعه. واسمعي يا شو، اسمعيه اكتر ما تتكلمي. يعني انا شايفه كمان الست تسمع اكتر، طول ما انت بتسمعي لو هي طبيعتها بتحب تتكلم خليها تتكلم. بس انا شايفه عشان نشوفه هيستحمل ده ولا لا. اقول لك حاجه، لان هي لما بتسمع بتكتشف حاجات كده في الكلام، يعني عارفه طول الوقت ما الواحد يسمع 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 اكتشف حاجات معينه في الكلام من المواقف. مهمه قوي في موضوع الارتباط ده لكل حد، يعني بجد عايزه تكتشفي بني ادم على طبيعته. ضايقيه، اشوف العصبيه بتاعته. ضايقيه بقى يا شو اخره ايه؟ انت سامعاني؟ هتعرفي اخره. بصي يا شو بجد، يعني عشان انت لسه صغننه، حاولي تسمعي منه على قد ما تقدري، وضايقيه زي ما الدكتوره رشا بتقول لك كده عشان اشوف العصبيه بتاعته هتوصل لفين. يعني عصبيه يا شو، شوفي اخره ايه في العصبيه، بيعمل ايه لما بيتضايق، بيتخلى عنك، صوته بيعلى، بيمد ايده، بيعمل ايه؟ هاتي اخره وشوفي بقى انت هتستحملي. بس بذكاء يعني، مش تروحي تتوصلي لمرحلة يعني ما اعرفش. بس انا شايفه ان الانصات مش السمعك، الانصات للطرف الثاني. ويمكن شو لو داخله هي على الموضوع لسه جديد تسمع اكتر. طيب معانا ريهام. الو. ايوه يا ريهام. ازيك يا دكتوره؟ الو. اهلا يا ريهام، ازاي؟ الدكتوره رشا معاكي. ريهام معلش يا ريهام، وطي صوت التلفزيون، مش عارفين نسمعك كويس. الو ريهام معانا؟ الو. ايوه كده سامعينك، اتفضلي يا حبيبتي. دكتوره رشا معاكي. ازيك يا دكتوره؟ مساء النور، اتفضلي يا ريهام. لا اصحي بقى كده، احنا لسه الصبح يعني، حاولي تصحصحي كده عشان نسمع مشكلتك. عندك كام سنه الاول؟
دلوقتي انا مخطوبه بقالي 3 سنين. بس ايه يعني على طول في مشاكل وكده، عامل لي مشاكل وانا يعني مش عارفه الصراحه يعني مشاكل على طول بسبب ايه؟ ايه المشاكل دي؟ نعم مشاكل زي ايه يعني؟ يعني ما بيشتغلش، بيشتغل بره ما بيشتغلش مع اهله، فانا بحاول ان انا مش فاضيلك يعني؟ نعم مش فاضيلك قصدك؟ خطيبي ايوه مش فاضي يعني؟ لا فاضي. انت فطرتي يا ريهام؟ نعم فطرتي ولا لسه؟ لا انا بفطر معاكي. بتفطري دلوقتي؟ انا بفطر معاكي. بتفطري معايا؟ بتفطر معاكي بتوعي. طيب ما تصحصحي كده، احكي لي قولي لي ايه اللي حصل؟ مشاكل زي ايه؟ احكي لي كده المشاكل. انا خطيبي ما بيشتغل، ما بيرضاش ان هو يشتغل مع اهله فبيشتغل بره، فانا عايزاه ان هو يشتغل مع اهله فهو مش راضي، فانا مش عارفه بصراحه اعمل ايه. انت عندك كام سنه يا ريهام؟ عندي 18 سنه. طب وانتي فارقه معاكي في ايه؟ 18 ليه بتتخطبوا؟ ليه بتتخطبوا؟ لا ايه يا دكتور سيبيها بس، سيبيها خدي التجربه للاخر. ريهام ريهام هو انت فارق معاكي ايه ان هو يشتغل لوحده او يشتغل مع اهلك؟ المهم ان هو بيشتغل وخلاص. ريهام الخط قطع، معلش حاولي تكلمينا تاني. طيب هي 18 سنه صغيره كمان، سنها صغير قوي على الخطوبه يعني. الواحد كمان هو ده اللي انا بتكلم فيه، بيتغير مع الوقت يعني. 18 مش زي 28. بلاش يستعجلوا يعني، بلاش يستعجلوا بجد الناس موضوع الارتباط ده بسرعه كده، لان احنا البني ادم فينا اصلا بيتغير، سيكولوجيته بتتغير، افكاره انا بقول لك 18 غير ما يبقى عندها 28، بتبقى كل ما بتكبر كل ما المتطلبات بتاعتها بتتغير تماما. والولاد والبنات على فكره، والبنات وبشوف ناس كتيره جدا لما بترتبط وهي صغيره بعد كده لما بتكبر بتقول ايه ده يعني مين دي؟ ايه اللي انا عملته في نفسي؟ طيب انا عايزه ارجع، متطلباته بتكون مختلفه. طيب معانا تليفون تاني، هرجع لمشكله مدام ساميه في الاول، احنا مش ناسيينك، بس ناخد تليفون هدى. ايوه هدى. ايوه كلهم بنات اللي بتصحى. طبعا ايوه يا هدى. ايوه صباح الخير. صباح الفل. كنت عايزه اعمل مداخله معاك ولو ينفع. ينفع طبعا، انت على الهواء اتفضلي. خلاص. انا متزوجه من 30 سنه ما شاء الله. وعايزه اقول لكل اللي بيسمعونا ان نجاح الحياه بيبقى في ايد الست. لما تشوف الحلو اللي في حياتها والحلو اللي في زوجها بتقدر تستمتع بالحلو. الله يعني عليك. انا طبعا ما فيش حياه من غير مشاكل، ما فيش حياه من غير ضغوط، لكن انا الحمد لله بعد ما اولادي تزوجوا عملت سيستم جديد في حياتي انا وزوجي. احنا دلوقتي اولادنا تزوجوا فعايزين نبتدي حياه جديده. برافو عليك. يبقى في ضغوط الاولاد وفي ضغوط المعيشه وفي ضغوط الشغل. فلا، الست لو عايزه تبقى سعيده هتدور انها تبقى سعيده. صح. الله عليك. الانسان فيه الحلو وفيه الوحش. لازم نشوف الصفحه البيضاء، بلاش البنات اللي داخلين على الحياه يبقى عندهم تشاؤم. هما بيبقوا خايفين يا مدام هدى. نعم بيبقوا خايفين. بيبقوا خايفين، كل حاجه حواليهم بتخوفهم. ما هو ساعات الخوف بيضيع الحلو. صح. الحلو بيروح في الخوف. مدام هدى مظبوط. هي مدام هدى جميله. صباح الفل عليك. بصي يا مدام هدى، حضرتك قلتي حاجه عندنا في الصحه النفسيه هايله جدا، يعني ان دايما نقول لو انت عايز تنجحي في اي علاقه مع اي بني ادم في الدنيا دوري على الحلو اللي فيه وتعاملي معاه من خلاله، والوحش حتى ولو كان كتير حاولي ما تشوفيهوش دلوقتي، والحلو حتى ولو كان بسيط قوي، اصل ما فيش بني ادم فينا ما فيش جواه حاجه حلوه حتى. طيب. ولو صغيره قد كده. هي بتقولك الست لو عايزه تبقى سعيده هتبقى سعيده، والراجل كمان لو عاوز يبقى سعيده ده في سعيد. في الحياه الزوجيه بس. انا عايزه اقول حاجه عشان البنات اللي بيكلمونا النهارده كمان سنهم صغير قوي. السعاده مش دايما بتكون كلها 100% الزواج، يعني انت عندك حاجات كتيره جدا ممكن تسعدك. ارجوكي ما تتسرعيش، علشان اللي احنا بنتكلم فيه النهارده انا ودكتوره رشا ده سببه اللي انتوا بتعملوه دلوقتي. انت عارفه ايه اكتر يعني حاجه مشكله بتسبب الخرس الزوجي ده وبتعامله الموضوع ده كله؟ ان في ناس بتخلي حياتها كلها زي ما حضرتك بالظبط بتقولي، حياتها كلها عباره عن بتلف حوالين حاجه واحده. هو البني ادم ده راح زعل خلاص، ضايقك حصل له اي حاجه لا قدر الله، انت كده السعاده راحت من حياتك. أيوة. ليه انا بعمل كده يعني؟ ما عارفه بقى ايه الصح. ان يبقى في حياتي كل حاجه، وهو كمان حاجه من ضمن الحاجات دي، بس هو اهم حاجه فيهم.
شوفي يعني يبقى عندها شغلها، يبقى عندها صحابها الولاد اللي بيروحوا يرتبطوا ببنات ويقولوا لهم ما تعرفيش اصحابك وهي توافق. اول ما هي توافق على طول اعرفي ان الشخصيه اللي قدامك دي مش تنفع في حياتها. يعني لو انا جيت دلوقتي يرتبط بيا واحد وقال لي ما تكلميش صحابك فلانه وفلانه ولا ايا كان ولا على طول لو انا نفذت كلامه اعرف اني ضعيفه جدا مش هنفع في حياتي. طيب انا عايزه بس ايه ان احنا نقول لها ازاي ما تنفذيش كلامه بس بطريقه كويسه، لان ايه هيقولك دي ما بتسمعش الكلام، بتخاف تقول له لا لا اسمعيني، لان دي حاجه برضو مش موجوده كمان في البنات اللي في الفئه العمريه دي. طيب نسمع الاول بقى معانا تليفون ابراهيم. ايه ده راجل اخيرا الو يا استاذ ابراهيم صباح الفل، اول راجل تكلمنا النهارده النهارده الستات النهارده كانوا كتير شويه. اتفضل يا استاذ ابراهيم واسمعني من التليفون لو سمحت، وطي التلفزيون. اتفضل. انا موطي التلفزيون يا فندم. اتفضل يا فندم. يا فندم انا كان معايا خطيبتي بقالها يومين ثلاثه قفلت التليفون وكانت بتكلمني وزي العسل، وفجاه كده قفلت التليفون ما اعرفش عنها اي حاجه. استنى بقى لا 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 استنى 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 بالراحه بس، بقالها يومين ثلاثه قفلت التليفون وانت ما عرفتش توصل لها خالص؟ خالص خالص ولا كلمت حد من اهلها ولا حاجه؟ لا برضو ما كلمتش حد. كلمت امها قالت تعبانه شويه مش عارف في ايه، فمش عارف. تروح تشوفها مالها؟ ايه تروح تشوفها مالها؟ المشكله ان انا مستهاج. انا قلقانه منك يا ابراهيم. بقول لك ايه، انت عملت لها حاجه تزعلها يعني؟ ولا اي حاجه والله. ايوه هي قفلت التليفون لوحدها يعني، كانت كويسه معاك وفجاه قفلت التليفون. لا انت لازم ترجع تكلمني ازاي عشان هو قفل التليفون دلوقتي. السؤال ضايقه يعني، انا مش ازاي يعني فجاه كده. حاول تكلمنا تاني. هو تلاقيه عايز يوصل لها مسج من خلال البرنامج يعني، او يقول لها كلمه علشان هو حاسس ان هو زعلها في حاجه فعشان تسمعه وترجع له يعني. يعني يعني خلينا طيب. كنت بقول لك قبل التليفون ان دي حاجه برضو من الحاجات اللي بتسبب المشاكل. قصه السن الصغير، قصه ان هي دايما بتخلي الراجل ده محور حياتها، قصه انها ما تقدرش تقوله لا لانها بتبقى خايفه يسيبها. ما هو خايفه يسيبني فلازم اسمع الكلام عشان هو اول حاجه يقولها ايه بقى قاعد كده. ما معلش يعني بس كلهم انا ما بحبش حد ما يسمعش كلامي، وما بحبش الست اللي ما تقولي لا، وما بحبش يقعد يديها الشاش بتاعه شروط قد كده تقعد تهزله في دماغها وفي الاخر تاخدي على دماغك اللي انت عماله تعمليها كده. بصي بقى اول على طول ما اجي على نفسي لدرجه ان انا يعني دايما يقول لك اللي ملوش خير في قديمه ملوش خير في جديده. اللي ملوش خير في اهله مثلا ملوش خير في حد، فما يقولها ما تروحيش عند مامتك ولا ما تروحيش عند اختك ولا لا ما بيقولش مامتك واختك، هو بيقول صحابك ما تكلميش اصحابك صحابك وشيلي كل الولاد من على الفيسبوك. ده ممكن تكون حاجات غريبه يعني، فهماني ازاي؟ فاول ما انا احس نفسيا، الحته النفسيه بقى، احس نفسيا ان انا بعمل حاجات انا مش راضيه عنها ومضايقاني ومأثره عليا وعامله كده، بس انا خايفه للي قدامي يسيبني. الضعف النفسي ده لو 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 مشيتي وراه انت كده رايحه في دايره غلط، رايحه المشاكل النفسيه اكبر بكتير. بس هو بيتعود على كده، فاي حاجه طبعًا. بعد كده لما تيجي تشتكي من اي حاجه يستغرب جدا. ما لما اشتكيتش قبل كده. في ناس بنسميهم عبيد. العبيد مش بس اللي احنا بنعرفهم، لا العبيد دول اللي هو ايه، سعادته كلها حياته كلها عباره عن بني ادم لو سابه او يعني هو يعني كانه عبد للبني ادم ده. ده مش صح، ده اصلا مش حب، ده مش حب اللي تقول ده حاجات تانية. انا خايفه صح. اعمل يعني مش عايزه مش عايزه اتناقش معاه علشان ما يسيبنيش. هي ما بتحبهوش. هي بتحب نفسها عشان هي متعلقه بيه، فمش عايزه تتألم. خايفه هي تتألم. لكن لو هي بتحبه بجد هتبقى عايزه يحصل نقاش يبقى بينهم صح. تمام فهماني؟ طيب وهو لو زعل مش مشكله، يسيبها او يزعل مش مشكله، هيرجع تاني بس ساعتها تبدا الحياه صح. صح عندك حق مش غلط. دي تجربه مهمه جدا هنتكلم عنها. بس معانا روماني من القاهره. الو الو صباح الخير. صباح الفل يا استاذ روماني. اتفضل. ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتوره؟ تمام. اتفضل يا استاذ روماني. بس حضرتك انا بتكلم في نقطتين، نقطه المشاكل الزوجيه ونقطه الروتين. اتفضل.
انا شايف ان المشاكل الزوجيه لازم كل واحد يصلح الثاني او يعامل الثاني بطريقه الطرف الثاني مش طرف واحد. استاذ روماني الشبكه بس في مش عارفين نسمعك كويس. انت بتتكلم تقول كل واحد لازم يصارح الثاني بعيوبه؟ ايه فاهم؟ انت بتتكلم في نقطه الصراحه مش كده؟ يا فندم. اتفضل كمل كلامك. ولازم هي مثلا انا كشخص بحب ان انا لما ازعل اخد جنب، فمش عايز حد يتحايل عليا، فلازم هي تسيبني على طريقتي انا. فانا صالحها على طريقتها وهي تصالحني على طريقتي. دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للروتين، انا شايف ان كان في حد قبل كده اتكلم على ان كل واحد ياخد اجازه زوجيه، هي مش اجازه كبيره، فممكن يعني يبقى في يوم في الاسبوع انا مع اصحابي، هي مع اصحابها او صحباتها، يبقى كل واحد ليه مساحه من الحريه. بس انت متقبل قصه الاجازه دي مش كده؟ ايه يا فندم؟ انت متقبل قصه ان الواحد ياخد اجازه من الثاني؟ طبعا. ولاول مره الاقي حد موافقني على الراي اللي اعتبرتني غريبه شويه. طيب شكرا يا روماني. معانا عادل من المنصوره. عادل من المنصوره مع حضرتك. ايوه يا فندم، صباح الخير، اتفضل. صباح الخير يا فندم. صباح الفل. ازيك يا فندم؟ ازي الصحه؟ الحمد لله. تعدي البرنامج بتاعك والله. الله يخليك، اتفضل. حضرتك انا متجوز، مراتي عندها 13 سنه ونص. متجوز من 30 سنه. من 30 سنه. مراته عندها. وعندي ولد وبنت وولد. انت متجوز ايه؟ مراتك مراتك عندها ايه يا فندم؟ 13 سنه ونص. انتوا بقى 13 ايه؟ انت متجوز من وهي عندها، متجوزين من وهي عندها 13 سنه؟ 13 سنه ونص. ما شاء الله يعني. وسعيد اسعد انسان. الحمد لله، ربنا يديمها عليك نعمه. وعندي ولد وبنت اتجوزهم. تمام. عايشين احسن عيشه. وكانت هي طفله وهي النهارده عندها 41 سنه ومتجوزه ولد وبنت. صغيره. ايوه هو عايز يقول لنا يعني ان كل قاعده ليها. اتفضل. ايه الجواز الصغير ومش الجواز الصغير. اوكي، علشان انا علقت على النقطه دي. الجواز من غير حب ولا حاجه يعني. بس احمد ربنا يعني ان حظكم طلع حلو يا استاذ عادل. مش ما عندهمش. الحمد لله ربنا يخليكم لبعض. الحمد لله. اتفضل، عايز تقول حاجه؟ طب انا سعيد بالبرنامج. انا سعيده ان انت كلمتنا النهارده وسلم لنا على مراتك واولادك. معانا عادل من اسكندريه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. السلام ورحمه الله وبركاته. اسمعني من التليفون يا استاذ عادل، وعلي صوتك شويه. ايوه بسمعك. حاضر من التليفون. حاضر. بركاته. الاستاذه اللي مع حضرتك الدكتوره رشا معاك، اتفضل. الدكتوره يا دكتوره رشا كلامها صحيح جدا. ان انا مجوز ولادي، يعني عندي بنات، بنتي وولادي يعني متجوزين. فالكلام الدكتوره رشا صحيح قوي قوي. ليه بتتكلم كلامها صح؟ ليه؟ هو ما يتدخلش. فهو ما يتدخلش في حياتهم. ما يتدخلش يقول لها اصحابك مين وده مين وده مين. صح. هو مش ما يتدخلش للدرجة. بس بالظبط، لأن لو ما ركزتش على كده هيبقى راجل محترم يعني. يعني ممكن يقول رأيه بس ما يعزلهاش يعني عن الناس. اتفضل يا أستاذ عادل، سامعك. ما يتدخلش خالص. أنا خاطب يعني ما اتدخلش، ده من الأول. هتبقى الحياة جميلة. أنا متجوز بقالي 40 سنة. ما شاء الله. أنا متجوز بقالي 40 سنة، ما يتدخلش خالص. ما شاء الله. لأن أنا لما جيت نخطب أو بتاع اخترت. طالما ان انا اخترت ارضى. انت شايف الموضوع على بعضه يعني. لو اسالك حاجه يا استاذ عادل، حضرتك سامعني؟ انا اخترت بنت ناس طيبين وكويسه وكل. استاذ عادل كلام الدكتور رشا صح. ايوه سامعين. ايوه اتفضلي. ايه رايك لو لا وطي التلفزيون. طيب يا استاذ عادل، طيب ايه رايك يا استاذ عادل لو اقول لحضرتك ان مثلا لما يجي واحد يتقدم لواحده او في فتره الخطوبه والجواز، فيقول لها سيبي صحابك دول القدام، برافو عليكي، فهي تسيبهم، فبقى مع الوقت مش اللي باع اصحابه او باع قديم وبعد كده ممكن هي تبيعه هو؟ لا ده هو كمان غير كده. هو كمان غير كده يا بنتي. الصوت عايز بس يتصلح. ما انت وطي التلفزيون بس عشان تعرف تسمعني. المهم هو لو ادى الامر الغلط ده ما ينفعش. وهتطيعه على ايه؟ يطيعه ليه كل الطاعه دي كلها؟ ايوه ما ينفعش. هو يا فرعون مين فرعونك؟
اه والله بالظبط عندك حق يا استاذ زايده اصلا. اه عندي تعقيب صغير بس على اللي انت بتقوله، بس بشكرك على تليفونك. معانا طارق من القاهره. الو، صباح الخير. صباح النور استاذ طارق، اتفضل. الله يخليك، ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله، اتفضل يا استاذ طارق. هو انا ليا راي في موضوع الجواز وموضوع الخلافات بين الست والراجل. هو اول حاجه ان الست المفروض هي اللي تختار الراجل اللي عنده شخصيه. يكون عنده شخصيه وحاسه ان الراجل ده قائد هيقدر يكونها في البيت وفي الحياه. تمام. وبالنسبه لموضوع الخلافات، يعني موضوع الاجازه ده كويس جميل، مش لازم يكون في خلافات عشان يبقى في اجازه. ايوه، احنا ما بنتكلمش ان يبقى في خلافات يا استاذ طارق، انا بتكلم ان بعد كام سنه من الجواز الاثنين ما بيبقوش لاقيين حاجه يقولوها لبعض، فبيحصل. لا، الكلام ده مش صحيح، الكلام ده مش صحيح. ليه ما مش بيحصل ان انتوا ما بتتكلموش غير في مشاكل الغلاء والاسعار زي ما الناس كانت بتقول من شويه؟ احنا لسه بنحب بعض لغايه دلوقتي. ما شاء الله، الله اكبر. بيبقى الحب الحب شكله بيتغير تاني. يعني بيتعبر عنه بشكل اقوى. نعم. الحب شكله بيتغير. ليه؟ الموده والرحمه بقى. هي العمليه بتبقى فيها برضه شد وجزم وفيها زياده، ده عادي جدا. مش لكن ما يمنعش ان انا مثلا كل فتره ممكن اروح اقعد عند والدتي شويه، وهي والدتها شويه، ده حاجه عاديه، ونتقابل مع بعض زي الحبيبه. برضه نخرج سوا ونرجع تاني، ونبقى مشتاقين ان احنا نروح بيتنا. فدي بتدي محبه زياده طبعا، مفيش اشتياق. تمام. وبعدين يوحشوا والله بقول كده من الصبح. لا، ويبقى في تجديد. بس اخلي بالك، ايه واضح ان الرجاله بس هي اللي موافقه على حكايه الاجازه دي. انا عايزه اسمع راي الستات. يعني خدت بالي كده ان كله ايه قافش، ما اعرفش، بس ده يعني هنفهمكم. بس شكرا يا استاذ طارق، هنفهمكم مع الدكتوره رشا. بس هنطلع لفاصل سريع ونرجع لكم تاني، ولسه مستنيين ارائكم في هذا الموضوع، خليكم معانا. مستشفى دريم، الاختيار السليم. الله أكبر، الله أكبر. كلمات توقظ الهمة وتجمع الأمة وتدعو الناس إلى وحدة الصف على ما أمروا به وما نهوا عنه. كلمات تنبض معها القلوب وتضيء بها الدروب وتستكمل فيها المسيرة إلى خير الدنيا والآخرة. إنها الموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة مع الدكتور مبروك عطية في الأوقات التالية على دريم. اقرأ، هل هو أمر بقراية الكتب بس؟ هل القراية قراية حروف وكلمات؟ لا، اللوحة الفنية عايزة قراية، الموسيقى محتاجة قراية، اللقطة السينمائية محتاجة قراية، الأحداث التاريخية، الشخصيات، الأحداث العلمية والطبية، كل ده ممكن نفهمه ونقراه في حصة قراءة. حصة قراءة، حصة مختلفة لمشاهد مختلف
من أجل وطن مختلف. حصة قراءة مع الدكتور خالد منتصر في الأوقات التالية على دريم. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نجوت من القوم الظالمين. خلق الله الإنسان وكرمه وجعله الخليفة في الأرض. من أنت ومن أين أتيت؟ فر هاربا خوفا من فرعون وبطشه. شاب قوي مفتول العضلات، ولكنه رفع الصخرة التي تسد البئر بمفرده. أين هذه النار يا أماه؟ إنه عطوف ودود. وسمع موسى صوت الله عز وجل. كليم الله. في الأوقات التالية على دريم. مرة تانية مشاهدينا، ولسه بنتكلم على أسباب الخرس الزوجي، وبجد ترحيبي بضيفتي دكتورة رشا الجندي. أهلا بيكي مرة تانية دكتورة. طيب معلش بقى، الناس كانت في الفصل اتصلت ولسه مستنيين على التليفون معانا. أسماء، ألو. ألو أسماء من سوهاج. ألو. أيوة معاك. أيوة عليكم السلام، ازيك يا أسماء؟ السلام ورحمة الله وبركاته. سعيد. وطي التلفزيون يا أسماء من فضلك. من موطية. قوليلي تفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ دكتوره سامعاكي يا حبيبتي، تفضلي. سامعاكي، تفضلي. انا اسمي اسماء ومن سوهاج، وكنت مخطوبه. فخطيبي يعني توفى. علي صوتك، خطيبك ماله؟ توفى. توفى بقاء لله. قال لي دكتور انا مخطوبه لاخوه. مخطوبه لاخوه. المشكله فين يا فندم؟ المشكلة ما ينفعش انا كده بعمل حاجة صح او غلط. انت عايز تعرفي ده صح ولا غلط؟ يعني هسألك سؤال، نعم. انت مبسوطة في الخطوبة دي ولا متضايقة؟ لا صراحة انا مبسوطة، بس مش عارفة انا يهمني يعني راحتي هو مش راحتي انا. طيب دكتورة اتفضلي. لا ما فهمتش الجملة اللي قالتها الأخيرة، راحته هو بمعنى ايه؟ يعني هو خطبك كده غصب عنه؟ لا احنا عندنا هنا سوهاج، احنا صعيدة هنا، فمش عارفة التقاليد كان غصب عنه ولا لا. طب ما تتكلمي معاه في ده. ماشي، ما انا بتكلم معاه. يعني لما سالته كده قال لي لا احنا دلوقتي انت كنت خطيبت اخويا وكده، فمع فتره يعني سنه سنتين، فهو دلوقتي بيقول لي انه هو بيحب بنات. شفتي بقى دي المشكله، ان كل واحد فينا لو بيعبر عن جواه بجد. بس هي مبسوطه، مش انت مبسوطه يا اسماء؟ لا هي مبسوطه، هي 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 بس عايزة شوفي عايزه تعرف ده صح ولا غلط. هي مش عارفه اللي بيقوله لها يعني حقيقي من جواه ولا لا. فاحنا لو نريح نفسنا يا جماعه ونكون صراحه مع بعض، اللي بيحب حد يقوله بحبك، اللي عايز حد يقوله عاوزك، اللي مش عايز حد يقوله مش عاوز اتعامل معاك. نكون صراحه في مشاعرنا. بس هي مش نفسنا مش حاساها غلط يعني، مش حاساها تعمل حاجه. بس لا هي خايفه ان يكون خطيبها على اساس ان هو مجبر كعادات وكتقاليد ان هو يخطبها بعد وفاه اخوه. انت فهي خايفه. طب ما تساليه يا اسماء ايه رايك؟ اساليه. فهو لا مفيش مشكله. بس انت عايزه تتاكدي اذا كان بيقول الكلام ده من قلبه ولا لا، صح؟ اسماء معانا؟ معانا. صح. انا انت عايزه تتاكدي، الدكتوره بتسالك عايزه تتاكدي اذا كان هو صادق معاكي ولا لا، مش كده؟ اساليه تاني بقى، اساليه تاني وتالت، وانت هتحسي. يا اسماء انت سالتيه اكتر من مره، قالك ايه؟ يعني عزوم. لا هو دايما بيقول ان هو بيحبنا. طيب انت خايفه من ايه؟ ده حاسه كلام انا ليه جاي جوه، مش عارفه يعني خايفه يكون ربما يكون يمكن يحب حد قبلني، مش عارفه.
طيب عامة انت هتحسي باللي قدامك، ما هو ممكن حد يقول كلام من بره قلبه فانت هتحسي انه هو بيقول كده وخلاص كمجاملة يعني او كواجب، وفي حد لما يقولك كلام من قلبه هتحسي بيه، يعني اللي بيطلع من القلب بيوصل في القلب. فانت شوفي احساسك ايه، يعني انت بتتعاملي انا معاه اسماء انا شايفه ان الصراحه برضو يعني رايي من راي الدكتوره رشا، يعني الصراحه افضل حاجه طبعًا. ان احنا نقدر نعمل ده، بس انت واضح ان وفاه خطيبك الاولاني كمان مؤثره، يعني عامله لها شويه خوف كده في بس نفسي. انا عايزه اقول لها ان صحي جدا اللي هي عملته ده، انا مبسوطه جدا ان في ناس لما بيتوفى عايزه تكمل على اساس لا حلو قوي ان هي على طول دخل، يعني حصل موضوع الارتباط التاني، ان في ناس لما بيحصل ليها كده ما بتقدرش تدخل في علاقة تانية وبتتعب نفسيا جدا. مثلا راجل لما تموت مراته فيقولك انا خلاص من بعدها مش هتجوز تاني وعيش طول العمر على ذكراه. هم بيتهيألهم من الناس بقى اللي بتشوف من بره بتقولك اه والله ده اصيل اصيل ايه، ما هي توفت ده هو ده ملوش علاقه، ده مش صحي تماما. يعني اي حد يا ريت يمر بحته الفراق دي، سواء لا قدر الله يعني اتوفى له حد او حد بعد او حد سابه وراح اخد حد تاني بعد ما كان بيحبه قوي، ايا كان على طول صحي جدا ان انت ترتبط يدخل في علاقه ثانيه. اه بس طبعًا. مش بسرعه يعني طبعا طيب. هي مش عمرها ما تيجي في اسبوع مثلا بس صحي قوي، كل ما كان اسرع كل ما كان احسن. تمام. طيب معانا ام كريم من اسكندريه. ام كريم الو. السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه مش عارفه اسمع كويس، علي صوتك يا ام كريم لو سمحتي. سامعينك اتفضلي. ايوه دكتوره معاكي اتفضلي. لو سمحت يا دكتوره، انا بيني وبين جوزي برضه مشاكل كبيره زوجيه وتراكمات وحياه وكده، بس يعني مش عارفين نحلها. بس ايه؟ نحلها خالص، مش عارفين نحلها انا وهو، مش عارفين نتخطاها. الصوت مش واضح، هي واضح انها عندها مشاكل ومش عارفه تتخطاها. هي وجوزها متجوزه بقالك قد ايه يا ام كريم؟ 9. وانا لازم اعرف بقى ايه هي المشاكل الحاجات دي عشان اقدر افيدك، يعني ما هو قولي لي مختصر. طيب عايزه اكلم حضرتك على التليفون الخاص يعني لو هي مش عايزه تقول على حضرتك. طب ممكن نديها رقم حضرتك في... طيب اوكي ماشي. خليكي يا ام كريم ما تقفليش وهنديكي. هتقدري تبعتي لي كمان معنا... مشكلتك على الخاص على صفحتي على الفيسبوك. طيب معانا تليفون يا جماعه. طيب عايزين بس نحل نقول على مشكله مدام ساميه اللي كلمتنا في الاول. أوكي. اللي هي كان عندها متجوزه بقالها 17 سنه. صح في الفاصل. انا هم بس حاجه عايزه اقول لها، هي دايما انا لاحظت ان هي بتتكلم تقول لك مش مهم جوزي المهم بنتي. هي خايفه بنتها تعيش نفس المشكله. ده غلط كبير جدا، لان بنتها ما وصلتش لده غير بالعلاقه اللي بينها هي وجوزها اصلا الاب والام. هو ده اللي كنا بنقوله في الاول، هم فاكرين ان الموضوع ما اثرش على الولاد. فاكره. وخدي بالك من حاجه مهمه، هي بتقول لك ان جوز خطيب بنتي هو اللي فيه السبب. ايه عرفك؟ يمكن بنتك هي اللي عندها من كتر التراكمات والخوف اللي عندها اثرت منكم ومن المشكله اللي عندكم، فما بقتش بنتك بتعرف تعبر عن اللي جواها لخطيبها، وبيتهيأ لك انت كأم الظاهر ليكي ان الولد هو اللي مش بيعبر لها، ما يمكن المشكله عند بنتك. فدايما خلينا نحل اساس المشكله علشان ما نقعش بعد كده في مشاكل فرعيه. هي البنت هتعمل ايه؟ دي واضح انها متاثره بقالها 17 سنه بالموضوع. حلوة قوي. اول حاجه بس انا عايزه اخد اقول لها كذا نصيحه سريعه. اول حاجه بالنسبه لجوزها ما تقولش مش مهم جوزي المهم البنت، لا ده غلط. الجفا بيولد جفا زياده، ولو انت بتحبيه شوفي هو ابو بنتك وابو ولادك وبقي على عشرته، زي ما قلت لها تتعب وتصبر شويه في ان هي فتحت معاه الموضوع النهارده وهو مش مستحمل النهارده، تسيبه شويه وتحاول تفتح معاه تاني وتالت. ما تيأس بسرعه، هيجيب نتيجه بس مع الوقت. وتقول له بص اللي بينا وصل بنتنا اهي ان هي نفسها هتعيد نفس التجربه وتعيش في مشاكل. هو ممكن يقلع على بنته. نقطة. تمام. فهيقلع لان مفيش بني ادم ملوش نقطه ضعف. هو هيقلع يعني على بنته يحصل يعني معاها كده. لو ما كانش عشانها هي هيبقى عشان بنته. فيحاول ان هم يمكن وهي البنت بتخاف تواجه. واضح ان هي بتخاف تواجه كمان زي والدتها، لان بتقول لك هي بتقفل على نفسها لما بيحصل مشكله وبتنعزل. طبيعي. لازم الاولاد هيتاثروا مليون في الميه يعني. فانا بس يعني
النقطه اللي بتكلم فيها ان هنا البنت عاشت مع الاب والام في المشكله دي. فممكن هي من غير ما تحس تكون هي بتعمل ده مع خطيبها بس هي مش عارفه هنا تاثروا زي ما قلنا. واضح ان يعني مش الخناقات او الصوت العالي اللي موجود في البيت بين الاب والام بس هو اللي بياثر، ده حاجات تانية كتير. خدي بالك بقى النقطه مهمه ان الولاد بتفهم كل حاجه يعني طبعا، بس خدي بالك ان ممكن ربنا يكون جاب لها مشكله بنتها دي عشان يبقى هو ده السبب او المدخل اللي تدخل بيه لجوزها وتحل مشكلتها. تمام. طيب نفترض يعني هي ممكن تكون سمعانا تقول لك مثلا لا بنتي انا واثقه مليون في الميه السبب مش من ناحيتها، السبب من الطرف الاخر مثلا. نفترض وليكن يعني ولو 1% ان البنت تمام ومفيش مشكله وان جوزها هو يعني خطيبها هو اللي جاف معاها في مشاعره. لا مفيش بني ادم في الدنيا ما عندوش مشاعر، بس كل واحد بيعبر عن مشاعره بطريقه مختلفه، مش شرط زي ما قلنا يعبر لها بالكلام، ممكن يعبر لها بالمواقف. لما بتقع في موقف بتلاقيه هي بتكون عاوز تسمع كلام حلو، فمش مشكله لو الام تقعد مع خطيب بنتها وتقول له البنات بيحبوا الكلام الحلو، انا عارفه ان انت ما بتعرفش تعبر. هي واضح يعني انها يقست من كل حاجه يعني واضح ان مدام ساميه انت زعلانه من كل حاجه، فتحاولي تكلمي مع خطيب بنتك لو ان انت واثقه ان بنتك مفيش مشكله من ناحيتها يعني، وتقولي له تفهمي. برضو عايزه اكد تاني يا جماعه على نقطه، باستثناء طبعا الاستاذ اللي كلمنا اللي كان متجوز من مراته من وهي عندها 13 سنه، دي مش حاجه طول الوقت بتبقى صح يعني، لغايه حتى 18 و19 بشوف برضو ان ده سن صغير قوي للزواج، هي لسه بتبقى محتاجه رعايه، بس بتبقى مبسوطه بالعروسه بقى ومش عارف ايه واتجوزت واهل ساعات في اهالي بتضغط، القصه بتبقى ان هي بعد كده بتبقى زعلانه جدا وبتبقى تعيسه جدا طبعًا. لانها انا مش عايزه اخوفكم بس كانت عاوزاه يعني مش لما هو ده اللي انا كنت عايزه افكري مثلا، واقعد افكر اقول انا من سنه واحده تمام ممكن يكون كان تفكيري في اللي انا عايزه اطوط بيه مختلف. طيب معانا اسماء عن دلوقتي عن من 5 سنين يعني بالظبط كل مره تفكيرك بيختلف. تمام انا في مسج جاي لحضرتك يا دكتوره بس هقراها لك بعد ما ناخد اسماء. معانا اسماء. الو ايوه اتفضلي. هو انا ممكن اسال الدكتوره سؤال؟ طبعا اتفضلي. هو بيقول ان الغيره حب، هو الكلام ده صح ولا؟ انت كنت بتكلميها من شويه يا اسماء؟ بس دي كان خطيبها توفى. بيقول ايه يا حبيبتي؟ بيقول الغيره حب يعني طبعا اللي بيغير حد بيحب حد بيغير عليه، ولكن ما تزيدش عن حدها لان لو زادت قوي هتبقى مش صح وهتجيب مشاكل. ولكن عايزه اقول لك حاجه، دايما الغيره يعني بيبقى ليها سبب يعني لو الراجل غار على مراته بشكل بس في ناس بتبقى يعني طبعها غيره، لا يعني غار يعني اكيد في حاجه سبب خلاه يغير، حاجه حصلت فهماني ازاي؟ بس طبعا دي بقى سؤال بما انك فتحتي موضوع الغيره ده فيها متعه ما تزيدش عن حد. طيب مع اسماء انت لسه معانا؟ طيب كنت عايزه اعرف عندها كام سنه بس. طيب معانا ساميه. ايوه مع حضرتك مدام ساميه، كلمتك انا اول مره. كلمتينا اتفضلي مدام ساميه. اتفضلي. اهلا بيكي. والله دكتور اقدر بس اتواصل مع الدكتور، اقدر اخد رقم تليفونها؟ طب ما تقفليش خليكي معانا، تقفليش يا ريت. الله يعافيك. ممكن حضرتك كمان يعني سيب رقمها، هما لو كتبوا رشا الجندي على جوجل تطلع لهم صفحتي على الفيسبوك، ابعتوا لي اي اسئله وانا برد عليها. شكرا يا مدام ساميه. طيب معانا تليفون. طيب في سؤال بقى خاص بحد يعني بعت على المسج، هو متزوج عنده اولاد مش كاتب عددهم، بس كان في عنده مشكله ان هو كان خاطب واحده هو بيقول ان دي حب حياته يعني، وبعد كده سابته وبعد كده انا مش فاهمه المسج قوي، بس هو بيقول ان هو اتجوز واحده تانية وان هو
مش سعيد بس مش عايز يظلم الواحده الثانيه لانها كويسه جدا. انا بس انا يعني ده اللي انا فهمته في المسج بس مش يعني هو كان متجوز الاول واحده عن حب وبعد كده سابها وبعد كده اتجوز واحده مش عن حب فهو متضايق لان هو بيفكر في واضح ان في الاولانيه لسه بيفكر في بس الثانيه هو مش عايز يظلمها عشان هي كويسه. ده اللي انا فهمته من المسج بس هي يعني الثانيه دي هي جواز العقل والضمير العقل والضمير والاولى بقى جواز المشاعر. ما احنا عايزين نفهم منه تفاصيل اكتر عشان نعرف نفيده حاول مين اللي ساب مين ايه سبب الانفصال يعني ما ينفعش نقول كده ولكن عامه دايما اقول هو ما بيضيعش الحب القديم غير حب تاني جديد. هو مش كاتب بس خدي بالك بقى من الجمله ما بيضيعش حب غير حب مش جوازه وخلاص مش جوازه وخلاص. بس هو واضح بقى ان هو طالما بيتكلم على حب حياته وكده ان هو كان متجوز عشان خلاص ينسى يعني مش عشان هو حب تاني. لا هو ممكن يكون هو السبب او عمل حاجه او كده مش عارفه مش واضح الكلام عشان كده هو يعني لسه متاثر بيه. بس عايزه في حاجه برضو بحسها ان دايما لما يبقى حد بيحب حد قوي وينفصلوا عن بعض اي يعني ايا كان فيبقى في حد فيهم لسه بيدور على التاني بعد كتير يعني يزعلوا من بعض يحصل اي مشكله فاللي لسه بيدور ده بحس ان هو الصادق يعني اللي حب بصدق قوي. ايوه طب ما فرضا ان هو دور يا دكتوره ودي مشكله. لا ده انت كده فتحتي موضوع تاني خالص. يعني دلوقتي هو هيفضل يدور وهي او هي هتفضل تدور اي طرف في الطرفين هيفضلوا يدوروا. طب فرضا ان هو لقى ان الطرف التاني خلاص بقى عنده حياه. بص انا هكملها لك بس ان اللي هو لسه بيدور ده هو اللي حب بصدق. اللي ما بقاش بيدور وما فرقش معاه وراح مش عارفه ايه هو خسر الصدق لو ان الاولاني صادق. طيب الصادق ده بقى يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ما هو انا ما ينفعش ابقى بحب غيري وانا ما بحبش نفسي. ينفع بني ادم يهين نفسه مثلا؟ عارفه في اللي هو بيت الشعر بتاع احمد شوقي يعني اللي هو هجرت بعض احبتي طوال انني وجدت قلوبهم تهوى فراقي نعم اشتاق ولكنني وضعت كرامتي فوق اشتياقي ارغب في وصلهم دوما ولكن طريق الذل لا تهواه ساقي. لو هو ده افتكري لو اللي قدامك مش باقي عليكي زي ما انت بتقولي وانت حباه قوي بس هو مش باقي عليكي فهماني ازاي؟ ما تمشي ما تكمليش. تمام يعني دي نقطه. طب لو ده لو طرف ما بيدورش صحتك النفسيه كويس قوي. طيب يعني معانا سهر من القاهره. بس لازم تعملي محاولاتك في ان انت تدوري الاول بس لو ما فيش خالص. طيب سهر. ايوه صباح الخير. صباح الفل يا حبيبتي اتفضلي. ممكن اسال الدكتوره على حاجه؟ سامعاكي يا دكتوره اتفضلي. ايوه لا اسم وطي التلفزيون يا سهر والنبي انا مش عارفه اكلم مين. ما وطي التلفزيون لو سمحتي. تمام كده. طيب دكتوره معاكي اهو اتفضلي. انا من مدينه نصر ومرتبطه بواحد اسمه محمد ايمن من طنطا. مشكلتي معايا زي ما انت ما قلتي الغيره اللي بتعمل مشاكل. عايزه حل ليها. مين اللي بيغير على مين؟ هو بيغير عليكي غيره بجنون تعمل مشاكل؟ عني عشان انا من القاهره وهو من طنطا فالمسافه ما بيننا ان هو انت بتعمل ايه؟ انت اللي بتغيري. ايوه هو نفس الكلام برضه. هو اعتقد ان في الحاله دي هما بيكونوا بس كده عشان البعد هي نفسها قالتها بس بعد الجواز هيهدى ده يعني. يعني اعتقد ان ده بس حاولي يعني تسيطري شويه سهر يعني على موضوع الغيره ده لان هقول لك على حاجه بس يعني هيهدى. كتر الخناقات دي يعني بتعجل بالانفصال فحاولي ان انت شويه كده ان انت يعني مش لازم كل حاجه تبقي كل غيره تبان يعني او كل غيره تبان عليكي لان في نقطه كمان مهمه جدا خلي بالك ان لما الطرف الثاني بيبقى عارف نقطه الضعف اللي عندك يعني مثلا دي سهر مثلا بتغير فانا كل ما عاوزه اضايقها هخليها تغير اعمل كده او العكس يعني بس لما يعيشوا بس لما تتجوزوا ان شاء الله مش هتبقى في حاجه لان سبب السبب معروف يعني وانا اعرف ناس كده يعني اعرف واحد ومراته كانوا فظاع في موضوع الغيره ده يعني لو اتصل بيها بالتليفون وما ردتش في فتره الخطوبه لو ما ردتش طب ممكن تكون يعني نايمه ممكن تكون اي حاجه بس دي غيره يروح بتبقى غيره يجري على البيت دي غيره بتبقى قويه جدا. بس انت من شويه لما كان معانا التليفون كنت بتقولي ان يعني ان انا مثلا ان الغيره ليها اشكال صح؟ طيب مزبوط. دلوقتي انا والغيره دي معناها ان هو بيحب كل حاجه بس انا عايزه افهم ازاي ده
الغيره اللي هي المرضيه اللي بتبقى زي لا الغيره سيل. المرضيه دي بقى مشكله دي دي وضع تاني دي وضع تاني بس الحاله يعني التليفون ده الحاله اللي احنا قصادها طبيعي لازم يغيروا على بعض بيقولك هي في محافظه وهو في محافظه ثانيه فطبيعي لازم يغيروا لما يرجعوا يعني يبداوا بقى في الجواز يعيشوا مع بعض وكده الامور دي هتهدى ده مش مرض ولا حاجه دي حاجه عاديه مش مرضيه عادي يعني بس اصل الغيره اللي بتبقى كتيره قوي دي بتخلي الطرف الثاني دايما يكذب لا وكمان بي بي بيطفش ما انا بقول لها يعني بتعجل بالانفصال يعني لو الواحده الرجاله لان بيزهقوا بيزهق يعني هم كمان بيبقى تفكيرهم غير يعني ولاد غير البنات خالص بيبقى تفكيرهم عشان هم دايما مثلا مع رجاله تانية بره ومشاكل شغل ومسؤولياتهم بيبقى فيها مسؤوليه اكبر يعني خدي بالك احنا بناخد المسؤوليه كبنات بس بناخدها بمزاجنا يعني عايزه اشتغل اشتغل مش عايزه انا حره عايزه اعمل مش عارفه ايه لو عملته هبقى انا كويسه بس لو ما عملتوش بس يعني مش في كل الحالات انا اقول لك على حاجه ان انت بتدرسي نفسيه اللي قدامك بس الرجاله بقى اصعب يعني بيبقى اصعب طبعا فتخيلي انا هقول لك حاجه المرات حصلت مره بجد المره السواق اللي كان موديني في الشغل يعني شاب صغير فجاله التليفون من خطيبته فانا كنت بتناقش معاه في موضوع وفي مشكله واقفين عندنا مشكله في العربيه وفي خناقه وفي موضوع في ازمه تمام وكلمته خطيبته بكل بساطه جدا سمعت الصوت يعني بس كلمته اللي هو بتكلمه غيرانه غيرانه عشان سمعت صوت واحده ست سمعت صوت بس دي بتبقى وهو شاب صغير بتقولي لا ده كمان هي غيرانه انت ليه ما كلمتنيش مش عارفه بقالك قد ايه ما كلمتنيش مش فانت انقلي نفسك لشعور الشاب ده اللي قدامك هو احط نفسي مكانه شغله فيه مشاكل طيب. فيلاقي معانا جاي له كده حس بيها يطفش ايه ده انا مالي ومال ده يعني طيب معانا حنان الو الو حنان من سوهاج الو سوهاج النهارده سوهاج النهارده يا حنان معانا حنان ايوه مع حضرتك وطي التلفزيون يا حنان لو سمحتي وعلي صوتك شوية ايه يا حنان مشكلتك قولي لي طب حاولي تكلمينا تاني يا حنان الخط قطع طيب زياد من اسكندرية الو طيب الخط قطع حاولي تكلم معلش احنا اسفين بس يعني واضح ان في مشكلة في التليفون فكنا بنتكلم عن ان الراجل بتبقى عليه مسؤوليات او بيفكر في حاجات في عقله حاجات اكبر او شايل الهم اكتر بره فبتبقى البنت او الست في البيت هي عندها مشاكل بس مهما كان مش هتبقى زي اللي بره يعني بقى عندها مشاكل مع اولادها اهم منها وعليها عندها مشاكل مش عارفه ايوه بس الصعوبه في ان انا احط نفسي دايما في المكان اللي قدامي يعني يا دكتوره ازاي يعني طول الوقت ما هو ده بقى اللي احنا بقى احنا بنعمل حلقه طيب عشان كده ناخد تليفون معانا عمر عشان نخليهم يكونوا كده عمر من القاهره الو الو ايوه يا عمر صباح الخير صباح النور اتفضل الو اسمعني من التليفون ووطي التلفزيون من فضلك ايوه يا عمر اتفضل انا مرتبط تمام يعني الفتره دي يعني ما بيننا مشاكل كبيره جدا بسبب يعني الغيره وكده مش لاقي حد يعني هي بتغير عليك ولا انت اللي بتغير عليها لا يعني بسبب احنا الاثنين يعني في ما بيننا احنا برضو مسافه كبيره يعني انا من القاهره وهي يعني ده عشان مسافه برضه. ما احنا قلنا نفس بس هي المسافه دي دكتوره رشا كانت بتقول عليها مش مشكله دلوقتي يعني طبيعي ان ده هيحصل بس انت بعد الجواز هيقل كل ده خالص يعني هو في خناقات تانية غير موضوع الغيره يا عمر في مشاكل برضه بسبب هي لسه بتدرس تمام بسبب ايه ان هي بسبب هي لسه يعني بتدرس طالبه جامعيه فاهلها لسه حاليا لسه صغيره مرتبط يعني بس دي مشاكل يعني هتخلص مع الوقت هي محتاجة بس منك ومنها شوية صبر يعني قوة تحمل شوية علشان تقدروا توصلوا للهدف لو انت بتحبها أهلها قالوا لها هي أهلها بيقولوا لها انت لسه صغيرة ينفعش تتخطبي وانت في الجامعة
طب ما تصبر عليها لحد ما تخلص الجامعه يا عمر. لسه يا عمر لسه شكلكم لسه صغيرين لسه بدري. يعني انت ممكن تصبر عليها لحد ما تخلص الجامعه. حكايه الجواز في السن الصغيره دي مشكله يعني حقيقي. يعني يمكن في اهالي بيبقوا زي اهالي البنوته دي خطيبه عمر مش يعني بصي والله متفهمين، وفي اهالي تانية تقول لا عادي. بصي هو انا مره شفت بيت عجبني قوي، الاب خلى بنت من البنات وافق لها ان هي تتجوز وهي في الجامعه تتجوز جواز، وما وافقش البنت تانية. فلما قعدت اتكلمت معاه فهمت يعني الاب ده عجبني جدا. كان واعي بدرجه مش ممكن تتصوريها، وده اللي دايما بقوله في الصحه النفسيه، ده مهم ان انت مفيش حاجه بتتعمم. قال لي اصل دي شخصيتها على اللي هي اتجوزت دي شخصيتها احسن لها ان هي تتجوز دلوقتي. هو عارف لان اصلا هي مش لها علاقه على فكره بالتربيه، وان هو عارف شوفي ازاي التفكير. طيب معانا مجدي من سوهاج. وسوهاج طيب احنا اسفين يا استاذ مجدي، حاول تكلمنا مره تانية. دي يا فندم دي كمان بتبقى قصه ايه، ان انت لازم اتعلم كمان ده دلوقتي بقى للي جاي، يعني ان انا مش مجرد ان هي بتخلف بس، يعني انت هتربي ازاي. ما هي لو ما بتعملش كل حاجه في يعني لو ما بت لو سواء مثلا هي ما بتشتغلش، ما هي ممكن تعوض ان هي ما بتشتغلش بحاجه تانية، بان هي تتفرج على التلفزيون على برامج مفيده فتاخد الخبره او الثقافه اللي كانت هتاخدها مثلا من الشغل، من ان هي بتتعامل مع ناس. لازم يكون ليها صحاب، ما ينفعش انا ما بعترفش ان بني ادم ملوش صحاب ده يعني طبعا. يعني مراتك مثلا وولادك وبس. طيب او كده ده ما ينفعش. استاذنك بس معانا تليفون احمد من بنها. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام، اتفضل يا استاذ احمد. اتكلم الدكتوره حضرتك. سامعاك الدكتوره، اتفضل يا استاذ احمد. اسمعني من التليفون يا استاذ احمد لو سمحت، وطي التلفزيون يا جماعه، وطوا التلفزيون. ماشي يا فندم. اتفضل. اهلا دكتوره. اهلا وسهلا، اتفضل. حضرتك انا متجوز بقالي سنه ونص. ايوه. والواحد اكتشف فتره الخطوبه لقى الدراسه خالص. اكتشفت فتره الخطوبه ايه حضرتك؟ لا انا اكتشفت فتره الخطوبه طلع بعد الجواز خالص، ما قالتش منه خالص حاجه. اتغيرت خالص بعد الجواز. وانا لا وقت مشاكل حضرتك دلوقتي خالص، وفي بينا ولد. وانا الموضوع بصراحه من بدري خالص. طيب احنا حاول تكلمنا تاني عشان نفهم. معانا محمد من البحيره. ضروري اعلق له عليها. طيب بس ناخد بس تليفون محمد من البحيره. السلام عليكم. عليكم السلام. علي صوتك يا فندم. الله وبركاته. لو سمحت يا فندم، انا متجوز بقالي سنه دلوقتي، ومن بدايه الجواز وانا في مشاكل بسبب تدخل الاهل من هنا ومن هنا، وواقفين حاليا دلوقتي على طلاق دلوقتي. عندك اولاد؟ لا الحمد لله، لا ما فيش اولاد، احنا ما عشناش مع بعض يمكن 3 شهور او 4 شهور، وبقيت السنه كلها سايبه البيت وقاعده عند اهلي، عند اهلها حاليا دلوقتي. وانا بحبها وبعبطها بدرجه العباده كمان، بس هي واخده جنب مني جامد، وانا ما زلت بحبها لحد دلوقتي. وحاليا دلوقتي في حاكم وفي قواضي دلوقتي، وواقفه على الطلاق حاليا. مش عارف اعمل ايه بصراحه. طيب تابعنا يا محمد، اشكرك. وتابعنا دكتوره بقى، لازم تقول دلوقتي في ده تدخلات لمن. طيب انا عايزه بس عشان ما انساش الاول واحد اللي هو بتاع الطلاق. هو دايما انا مش مع الطلاق، ولكن مش مع جواز فاشل يعني. مرات بفضل الطلاق. هو بيقول هي اتغيرت بعد الخطوبه فاشل. اوكي يعني فهو لازم يقدم كل ما في وسعه الاول ان هم ما يتطلقوش، بس لو ما نفعش لا خلاص افضل ان هم ينفصلوا عن بعض، والولاد يعيشوا ما بين اب وام منفصلين بس ما فيش مشاكل، وبيحبوهم وبيتقابلوا معاهم وبيتعاملوا معاهم. طيب هو الطلاق المتحضر افضل من ان هم يعيشوا معاهم وهم في مشاكل. طيب انا هستاذنكم بس احنا هنرد على كله مع بعض، بس عشان في ناس لسه تانية على التليفون. هنرد عليك يا استاذ محمد، بس ناخد ليلى من القليوبيه. الو. ايوه يا ليلى اتفضلي. ممكن اكلم الدكتوره رحمه؟ اتفضلي. سامعاكي اتفضلي. لو سمحتي يا دكتور انا عايزه اخد الرقم بتاعك الخاص. حاضر. طيب ابعتي لي على صفحتي على الفيسبوك وهبعتهولك. حاضر. مياده من اسوان. مياده الو. الو. ايوه مياده اتفضلي. ليه؟
ايوه يا ميادة سمعاك. ميادة هتتخطبي 3 سنين ولا ايه؟ يا دكتور ممكن اخدك رقم بتاعك؟ حاضر. ابعتي لي يا ميادة على صفحتي على الفيسبوك على الخاص اي حاجه عاوزه تقوليها وهتواصل معاكي. حاضر. طيب نرد بس على الاستاذ محمد. شكرا يا ميادة على تليفونك. نرد على الاستاذ محمد اللي كان بيقول هو لسه بيحب مراته. يعني انا انبسطت ان هو قال بحبها بس ما انبسطتش ان هو قال بعبودها. فهو ده بقى اللي ما بحبوش في العلاقات، اللي هو الحب الزايد زياده عن اللزوم او التعلق الزايد. ازاي هو الحب الزايد ده هو اللي بيساعد؟ حلو انه يحبها بس ما ينفعش اقول بعبودها، يعني ما ينفعش تعبدها لان هي بني ادم. هو عايز يكمل والاهالي منع. اوكي. حلو قوي ان هو متمسك بده وعاوز يعمله. لو انت بتحب بني ادمه حاول تقعد معاها تشوف مشكلتك ايه، تتكلم معاها، تتفق انت وهي ازاي، يعني يتفقوا مع بعض ازاي يتصرفوا مع الاهل دول علشان يحلوا ازمتهم. حتى بقى لو ان الموضوع ده يحتاج منه ان هو يتنازل شويه. بصي لو كل واحد فينا وحكايه تدخل الاهل يعني زياده عن اللزوم، يعني ممكن حد ياخد دي على انها حاجه حلوه فيتخطى الازمه، ان هم بيحبوه، ان هم مهتمين بيه، وان هم بيعاملوه زي ابنهم، وهو يعتبرهم ام واب. وبيقول من الجهتين الاهل اهله واهلها بيتدخلوا. حلو قوي. لازم هنمر بازمه لو اللي دول بيتدخلوا ودول بيتدخلوا، يقعد هو وهي مع بعض، هي تقول له طبيعه اهلها ازاي، ايه الحاجات اللي هم بيحبوها بيحبوهاش، وايه الطريقه اللي نقدر نقنعهم بيها لو انت عملت كذا، حتى لو ده هو مش فيه. طيب. بس يحاول يعمله. تمام. ولو انت عملتي كذا مع اهلي، انت فاهمه ازاي، لو هم بيحبوا بعض وحاول يتناقش، يعملوا خطه. طيب. كده ويتخطوا بيها مع بعض الموضوع. تمام. نرجع تاني ناخد بقى تليفونات الساده المشاهدين. معانا هنا من اسكندريه. منى. منى انا اسفه يا منى. صباح الخير. انا كنت عايزه اكلم الدكتور. اتفضلي. سامعاكي. اتفضلي. دلوقتي انا كان انا متجوزه بقالي 3 سنين تقريبا. بس هو كان متسلط شويه من ايام الخطوبه، بس يعني في تغيرات حصلت من وقت الخطوبه للجواز بقى للاحسن شويه، بس لسه في تسلط. كان ماله؟ كان ماله يا منى؟ متسلط ولا متبلد؟ متسلط. 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 يعني متحكم في كل حاجه، يعني عايز كل حاجه يتحكم فيها، بلس بقى ان هو ساعات كتير بيبقى عايزني انا لوحدي، بعيد عن اهلي، بعيد عن صحابي. ما احنا قلنا بقى نحاول يعني ما نجريش الموضوع ده ونعود اللي قدامنا عليه. بس هو هي بتقول انا حاولت اغيره كتير، بس هو لسه في الحته دي، يعني هو اتغير شويه بس لسه في حته ان لا عايزني لوحدي، بعيد عن اهلي، بعيد عن صحابي. زي ما اتغير شويه مع الوقت، تمام، مع الوقت تاني هيتغير تاني شويه برضه. طالما عنده قابليه للتغيير. هو طيب. ده اللي بنقول نصبر شويه على تغيير اللي قدامنا. وانت لسه 3 سنين مش كتير يعني في لحظه يعني. طيب. منى شكرا. مجدي من سوهاج. ايوه مجدي. اتفضل يا استاذ مجدي. ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضل دكتوره. سامعك. اتفضل. دكتوره حضرتك الدكتوره، انا عندي 23 سنه بس كنت بحكي واحده من 4 حبيت اربع سنين. بس كده الفتره البنت كانت كل حاجه مع بعض بعد عن معاك تمام. من فتره ايه يا فتره يا استاذ مجدي؟ مش سامعينك كويس. من فتره ايه اللي حصل؟ الفتره ما كنا متفقين اللي ابوها وبيدونا اسباب تمام. بس مش سامعينك كويس يا مجدي. وانا بيت في حاله صعبه، ما بقتش حد تاني حتى لو في حب وداني وناس كده، يعني بس يا استاذ مجدي، يا استاذ مجدي ممكن بس تقف في حته ثانيه بس فيها شبكه كويسه، مش عارفين نسمعك. ايوه يا فندم. كده تمام؟ كده تمام. احكي لنا بالراحه بقى، انت من فتره ايه اللي حصل؟ بقول لك يا فندم، انا حبيت 4 سنين تمام؟ بس وبعد كده البنت اتجوزت عشان اهلها كانوا رافضيني بدون اسباب. اتجوزت. انا لحد دلوقتي في حاله نفسيه مش قادره يعني اعيش حياتي زي الاول، وفي نفس الوقت حاسس نفسي ان انا مش هتجوز او عجبني حاجه بتاع. هي انت لسه بتفكر فيها؟ ايه؟ انت لسه بتفكر فيها؟ لا انا اللي اكتشفته في الاخر معلش، يعني ان هي في اوقات كانت بتخدعني فيها،
فانا برغم ان انا حبيت 4 سنين بس اتندمت ان انا حبيتها. امال انت زعلان ليه دلوقتي؟ هو حاسس ان هو اتصدم مش هيعرف يحب تاني. لا مش هتعرف تحب تاني او تتجوز تاني. لا مفيش حاجه اسمها كده. طب خلي الدكتوره ترد عليك. عايز اقول لك حاجه سريعه اولا. طب معلش يعني يا دكتوره انا اسفه بس نرد على الناس اللي كلها مع بعض. معانا محمد من الجيزه. هرد عليك يا استاذ مجدي. حاضر. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي استفاده لحضرتك. عندك ايه؟ استغاثه حضرتك. استغاثه. علي صوتك. طيب علي صوتك. ايوه يا فندم اتفضل. مراتي عربيه جت من 4 شهور في المطار. مراتي عربيه وجت من 4 شهور في المطار واتحجزت شهرين في المطار وراحت القنصليه تبعها. ودلوقتي كل يوم بيطلبوا فلوس اداريه ويقول لها كل يوم طيب هتخرجي النهارده هتخرجي النهارده وانا مش عارف اعمل ايه في بستغيث بحضراتكم عشان تحلوا لي المشكله دي. عشان انا مش عارفه اسمعك. طيب معلش يا استاذ محمد ارجع بس للكنترول. احنا هنحاول ان احنا نشوف ايه الموضوع. ويسيب لكم مشكلته عشان تعرفوها بالتفصيل. طيب عايزين نرد بقى على مجدي. مجدي دلوقتي واضح ان هو الصدمه اثرت عليه بالسلب مش ان هو لسه بيحب خطيبته الاولانيه بس هو المشكله ان هو يعني ان هو حاسس انه متعقد مش عايز يحب او يتجوز تاني من كتر ما حاسس ان هو اتخدع. يعني مرات فعلا لما هو حاسس ان البنت ضحت بيه مش عارفه بيقول اهلها اللي رفضوه بس هو حاسس انها ضحت بيه. هو مرات احنا ما بنبقاش متوقعين حاجه بيتهيأ لنا ان هي عمرها ما هتحصل. فلما بتحصل من ضمن الحاجات دي مثلا ان هو بيحب حد فعمره ما هيتخيل ان الحد ده يفارقه. حتى شوفي ولو بالحقيقه باكبر حقيقه موجوده في الدنيا الموت مثلا. عمرنا ما بيخطر على بالنا ان اللي بنحبه ده ممكن لحظه يسيبه. مثلا لو مات هنعمل ايه مثلا. فطالما حصلت حاجه مش متوقعه بيحصل انسان صدمه. اعراض مخاطر بقى بتاع الصدمه دي او اعراضها بتبقى كتيره. من ضمن الحاجات دي انك بتعممي تقولي مثلا فلان سابني ده يبقى كل الناس هتسيبني. فلان مش عارف كله. لو فكرنا بحاجة واحدة بس هنتخلص من الموضوع ده. ان اللي رزقوا بالمشاعر دي جواه او الحب ده للبني ادم دي هو ربنا سبحانه وتعالى. واللي جاب له البني ادم دي في حياته وحسسه بمشاعر ناحيتها وعاش لحظات حلوة في وجودها هو ربنا سبحانه وتعالى. فاللي قادر انه يعمل لك ده هو محتاج وقت ويرزقك بيه. قادر انه يرزقك بغيرها تعوضك عنها وقادر يرزقك باحسن منها كمان. بس محتاج منك بجد انك تؤمن ان المشاعر دي مش ملكك. طيب. دي ربنا سبحانه وتعالى اللي جابها لك. جميل. واللي جاب لك البني ادم دي ربنا. ومحتاج وقت ومحتاج وقت كمان. طيب معانا لازم تصبر وتقول الحمد لله وتقول يا رب اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ربنا يجيب لك اللي احسن منها او زيها. طيب طيب طبعا انا بعتذر للساده المشاهدين اللي حاولوا يكلمونا وما عرفوش يوصلوا لنا النهارده. احنا معانا تليفون تاني يا جماعه. طيب عايزه بقى يعني نرجع تاني للموضوع. واضح ان الناس يعني اخذتنا المواضيع تانية بس كان لازم ان احنا نرد عليها. المواضيع يعني اللي يمكن حضرتك اتكلمتي فيها على مدار الحلقه الدكتوره ان في مشكله عندنا في الاختيار. مشكلة في الاختيار. وعندنا أزمة في إن احنا نقول حقيقة اللي جوانا. بنتكسف زي ما قلت لك. ما أقول أنا مثلا مش حابة حد أقول له أنا يعني حقيقي أنا مش هنتفق مع بعض. أنت مش وحش بس احنا مش هينفع نكون اتنين نتجوز بعض. حتى لو وصلنا لمرحلة إن هما اتجوزوا خلاص؟ طبعا ده مهم جدا بعد الجواز الصراحه. طيب ناخد معلش دكتوره عشان الناس بس قاعده على التليفون بقالها كتير. طيب ناخد بسنت من الشرقيه. مشكلات زوجيه. بسنت وطي التلفزيون. اقفلي صوت التلفزيون. اقفلي صوت التلفزيون حبيبتي. اسمعيني من التليفون لو سمحتي. ماشي. الو. اقفلي صوت التلفزيون. ماشي. تمام. بس انت حاولي تكلمينا تاني. معانا علام من اسماعيليه. تمام حضرتك. ايوه يا فندم اتفضل. بقول لحضرتك نعم انا مش عايز اقول اسمي على الشاشه ممكن؟
ما تقولش ده احنا قلنا اسم مستعار كده وكده. اتفضل يا استاذ. ده مش اسمك اللي انت قلته. ده مش اسمك يعني اللي انت قلته من شويه ده مش اسمك؟ لا مش اسمي طبعا. طب ما طيب اتفضل. طيب ما انت قلت اسمك على فكره خلاص. ما احنا ما قلناش ايه يعني ما قلناش اسم باباك ففي مصر. طب قول لنا ايه المشكله؟ طيب سريعا قول لنا ايه المشكله. انا حضرتك كان عندي مشكله مع خطيبتي والله وبقالها اسبوع او 10 ايام تمام. مش عارف انا عارف ان انا غلطان طبعا بس مش عارف اصلح الغلط ده ازاي. انت عملت ايه؟ هي حضرتك كانت عايزه تنزل شغل وكده وانا رفضت وكده فواحده زميلتها كلمتني تمام. اكمل. قلت لزميلتها لو نزلت شغل انا مستلها مش عايزها يعني بس ما كانش قصدي ان انا اعمل كده. هي طلعت ساعه غضب وكده طب بقول لك ايه قول لها عايز تقول لها ايه دلوقتي على الهوا؟ تعال حل المشكله بسرعه بقى دلوقتي يعني مش شايف ان عندك مشكله اصلا. مش عارف والله. قول لها طيب صالحها دلوقتي على الهوا اسمها ايه خطيبتك؟ مش عارف اقول لها ايه اصلا. مش عارف اسمها؟ مش عارف اسمها ايه خطيبتك؟ هو متلخبط بس. اسماء. طب قول لي اسماء حاجه دلوقتي يلا صالحها. مش عارف اقول لها ايه والله. صالحها انت مش تقولي مش عارف تصالحها انا اصالحكم على بعض دلوقتي يلا قول لها. ما انا مش عارف ايه دلوقتي قاعده قدام ال يعني ممكن تبقى إيه؟ قاعده قول لها يا استاذ علام اتفضل. عايز تقول لها ايه؟ عارف بس انا عايز حل من الدكتوره يعني ازاي ارجع لها مثلا او ازاي؟ احنا بنحل اهو لان انا الدكتوره بتقول لك حل بس انا مش قادر اعرف حاجه ممكن انا احل من عندهم. ما انت اصلا المشكله ان انت زعلتها مشكلة وندمان خلاص احنا قلنا ان انت تعبر على اللي جواك. اتصل بيها دلوقتي لو مش عايز تكلمها على الهواء اتصل بيها دلوقتي وقول لها الكلام اللي انت بتقوله لنا ده قوله لها هي. بص انا هقول لك حاجه هقول لك على حاجه انت عارف مكانها دلوقتي فين صح؟ روح لها. ما انا عندي ميعاد عندهم النهارده بس هم اصلا يعني انت ايه ده مالك بس اسمعني بس اقول لك حاجه انت عندك ميعاد النهارده عندهم تمام. طب خد معاك بوكيه ورد حلو ها وشوكولاته ظريفه. اسمع كلامي بس اسمع كلامي انت ما عندكش مشكله اسمع بس تمام وشوكولاته ظريفه كده وصالحها مفيش مشكله خالص مفيش مشكله اصلا يعني. ويا اسماء لو سمحت يعني ابقي تقبلي اعتذار خطيبك لان هو عايز يرجع لك. بس المهم ان انت ما تكررش ده تاني ما تبقاش تعمل كده تاني من جواك طيب. فعلا ان انت عملته ده غلط لو ان انت مقتنع يعني انا معرفش تفاصيل الموضوع. تمام محمد من البحيره قال لما ما عندوش مشكله محمد. ايوه يا فندم. ايوه اتفضل. لو سمحت اتكلم الدكتوره. دكتوره سامعاك اتفضل. يا فندم لو سمحت يا فندم انا الدكتوره علقت بس على موضوع اللي انا بعبطها انا فعلا انا بحبها قوي بس هي المشكله تتلخص اللي انا بعد الجواز حوالي 3 شهور كده جالي شويه مضاعفات في السكر يعني جالي السكر فاتفاجئت لقيتها بتقول لي انا مش هقدر اعيش مع واحد مريض بالسكر ده حاجه. الحاجة الثانية كنت أنا مقدم على شقة تبع الإسكان فلما سابت البيت ومشت قالت على شرط اللي أنا أرجع اللي أنت تكتب لي الشقة باسمي عشان أبقى يعني في أمان يعني. قلت لها حكاية المرض دي حاجة بتاعت ربنا يا بنت مفيش أي حاجة فبدأت المشكلة من كده وبقى لها حوالي سنة دلوقتي طيب يعني هي سبب شرط رجوعها إن أنا أكتب لها الشقة باسمها بس موضوع التعب ده حاجة مش بإيدي يعني ده حاجة بتاعت ربنا. بس هي سابتك وأنت مريض. هو انا يعني انا صح؟ الموضوع التعب ده جالي بعد الجواز بعد الجواز يعني ايه يعني هو انا مش فاهمه بس هي مش صح ابدا مش حضرتك إن أنا اللي كلمتنا هو كلمنا هو كلمنا من شويه هي دلوقتي زعلان عند بيت مامتها ده بقى لها سنه من شهر 3 اللي فات يعني بقى لها سنه وشهر دلوقتي قاعده عندها هو ده اكبر غلط بيحصل الحاجات دي اللي هو الواحده تزعل تيجي رايحه على بيت مامتها لا يعني هو قال حاجه تانية برضو مهمه انا هرجع لك تاني يا استاذ محمد بس ناخد صلاح باسمها صح مظبوط معانا صلاح من الشرقيه صلاح ايوه صلاح ممكن تقفل تسوز التلفزيون اسمعني من التليفون ايوه صباح الخير صباح النور اتفضل لو سمحت انا عندي مشكله انا بس لحضرتك ما تقولش عليا ان انا ببالغ او مش هقول حاجه خالص قول لي مشكلتك والدكتوره هترد قول طيب انا دلوقتي انا متجوز ماشي وانا بحب مراتي قوي تمام وبعدين انا قابلت طيب الخط قطع الاستاذ محمد يعني هو عبر عن اللي جواه طيب استاذ
طيب صلاح حاول تكلمنا تاني معلش. بصي يا دكتوره رشا، دلوقتي محمد اللي كان بيكلمنا من شويه اللي هو بيقول ان هو لسه متمسك بيحب مراته وبيعبدها والكلام ده، انا ما عنديش خالص مشكله، ودكتوره كمان يا محمد ما كانش عندها مشكله في ان انت تكون بتحبها بصدق، بس الست عملت حاجه غريبه جدا، هي جوزتك واول ما عيت قالت لك انا مش عايزه اعيش مع واحد عيان وعنده يعني اللي هو عيب السكر، يعني مرض ممكن التعامل معاه، مش ما عندوش مرض معدي يعني. والحاجه الثانيه انه انها قالت له مش هرجع لك غير لما تكتب لي الشقه باسمي، ودي برده حاجه مش عارفه ايه، هي عامله الموضوع تجاري قوي كده ليه؟ نوجه رساله هي للأهل. مش بتحبك يا محمد، الموضوع ده زايد على فكره الفترة اللي فاتت دي، انا لاحظت حواليا يعني، فبستغرب قوي، بقول يعني هم مأمنين على البنت، يعني هي مأمنة على نفسها معاه، فهماني ازاي؟ مش يعني ايه شقة وايه، هقول لك إيه، لا مش مأمنة على نفسها ولا حاجة، ما دي طريقة ودنم. طيب معانا عمر، هي عمر من القاهرة، اخر تليفون، انا اسفة عشان وقتنا بيخلص، اتفضل يا عمر. الدكتوره اتفضل يا عمر، سامعاك. الو الو، اتفضل يا عمر. انا في واحده قاعده في فصل مدرسه، واحده ايه معاها في الفصل في المدرسه، صح؟ معاك في الفصل، انت عندك كام سنه؟ انا عندي 14. كام؟ 14. امالها بقى اللي معاك في الفصل؟ بحبها. شعور هايل، شعور هايل جدا، ما انت لازم تحب كل الناس، وهي زميلتك ومعاك في الفصل لازم تحبها. طب ثواني بقى، انت بتحب اشمعنى دي اللي انت بتحبها يعني؟ هي حاسسه من جوه ان هي قلبها ابيض، يعني هو بيحب انها طيبه، انها طيبه طبعا. انا مبسوطه منك جدا، وخدي بالك الشعور ده بيبقى حلو قوي. وعلشان كده دايما اقول لكل الامهات والابهات، مثلا تيجي البنت تقول لهم انا بحب زميلي ده، ويجي الواد يقول لهم انا بحب زميلي، لا عيب، ازاي وده ولد وانت بنت، ده بيطلع الولاد عندهم عقد، وبيطلعهم كمان كل ممنوع مرغوب، يعني الكلام للاهالي. بس يا عمر يا حبيبي، يعني انت يعني. انا عايزه اقول لعمر حاجه، هو مفيش في دماغه اي حاجه من اللي هتخطر في بال اي حد. يعني مثلا راجل كبير يقول للست انا بحبك، دي ممكن ليها مغزى، بس هو في سنه ده في براءه، في رقي في المشاعر، اللي اتمنى يعني انه يكون موجود عند كل الناس. فاوعوا تودوا، اوعوا تفتحوا عينين لاي حاجه تانية مش في بال. هو بيحب حب نقي، بحب زميلتي، يعني بحب العب معاها، بحب نلعب سوا، نفكر، نتكلم، نحلم، نعمل، عارفه ازاي؟ ففي نقاء هنا. دي نقطه يعني مشكله تانية. طيب طيب بصوا، يعني انا طبعا الموضوع اخذنا لقصص تانية، بس احنا اتكلمنا في معظم جوانب الا موضوع، احنا وقتنا للاسف خلص، ودكتوره رشا نورتينا بنورك. انا سعيده ان جيت معاكي، وصباح دريم جميل يعني. مرسي جدا، بشكرك جدا طبعا دكتوره رشا الجندي، استاذه علم النفس بجامعه بني سويف. بعتذر للساده المشاهدين ما عرفوش يوصلوا لنا النهارده، تقدروا طبعا هنناقش معاكم بقيه المواضيع في حلقات قادمه، تقدروا تشوفونا على الشانل بتاعتنا على يوتيوب بعد ساعه من دلوقتي، تعملوا سبسكرايب وتقدروا تشوفونا او تشوفوا كل برامج على قناه دريم على مدار اليوم. بكره ان شاء الله تكون معاكم زميلتي منى فاروق، اشوفكم يوم الاربعاء 9 صباحا بتوقيت القاهره، وصباح جديد وصباح دريم، فكونوا على موعد. سلام.